لوصول هذه المعاني إلينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحس والمعنى معا. فعلماء الشريعة نقلوا لنا الحس، وعلماء الطريقة نقلوا لنا المعنى، والإثنان هما الإسلام، هم الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإسلام والإيمان والإحسان. فالنبي جاء بالطريقة والشريعة والحقيقة، فالشريعة أن تعبده، والطريقة أن تقصده، والحقيقة أن تشهده، وتشهده بمعنى تعرفه، لا تشهده حسا ولكن تعرفه معنا. هذا هو الكلام، مقدمة لهذه التعريفات. فالمحاضرة والمكاشفة والمشاهدة، يقولون فلان مكاشف، فلان يشاهد، أو فلان مشاهد وغير ذلك. ممن لم يذق طعم هذه الطريقة يظن أن هؤلاء يتكلمون على إله مجسم محسوس في جهة، وهم أبعد ما يكونون. وتكلمنا عن عقائدهم في أول هذه الجلسات، وأنهم ينزهون الله عن الجهات وعن الأماكن وعن الحدوث وعن التغير سبحانه وتعالى. فعقيدتهم هي عقيدة السلف وأهل السنة والصحابة، كما جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بيضاء نقية. المحاضرة يقصد بها حضور القلب في الذكر، حضور القلب في الذكر يسموها المحاضرة، أي حضور قلبك في الذكر باستحضار عظمة المذكور. فإذا استحضرت عظمة المذكور فأنت في محاضرة. هذا المعنى الأمم. هل هذا المعنى فيه أي شيء باطلة؟ ليس فيه أي معنى باطلة. ولذلك من يعترض على أهل التصوف لم يجلس معهم ليكلموه يفهموه، اعتمد على فهمه في قراءة كلامهم، ثم بعد ذلك حكم عليهم من خلال فهمه، فهو يحكم على فهمه، فيهاجم ما فهمه ولا يهاجم أهل التصوف، فهم براء من هذا. فهو يهاجم من يقول هذا بالمعنى الذي فهمه لا بالمعنى الذي يريدونه، فكأن الله صرفهم عنه وصرفهم عنه، لأنهم أولياء سبحانه وتعالى، فصار يهاجم أقواما غير الأقوام، وأناس غير الأناس، وأولياء غير هؤلاء، إن كنا نسميهم أولياء على حسب فهمه، ولكن في الحقيقة ليسوا بأولياء، لأن ما في فهمه هم أولياء الشيطان وليس هم أولياء الرحمن. المحاضرة ابتداء، ثم المكاشفة، ثم المشاهدة، هي تدرج. أولا يبدأ الإنسان السالك باستحضار عظمة ربه حال الذكر، فإذا داوم الاستحضار صار الاستحضار فيه سجية، فلما يصير الاستحضار سجية يصير مكاشف بمجرد الذكر بعظمة مولاه، فصارت عظمة مولاه مستحضرة جاهزة في قلبه، لا يستحضرها لأنها لا تغيب، بل لأنها صارت فيه سجية، فبمجرد ذكر الله خشع، فكأنه كوشف بالعظمة في الحال. ولذا قال الله سبحانه وتعالى الذين إذا ذكر الله، دي حال الإيه؟ المكاشفة، ده حال المكاشفة، بمجرد الذكر الله لا يحتاج لأنه يستحضر، لا يحتاج للاستحضار، فالاستحضار حال أهل الابتداء، حال أهل الابتداء وحال أهل السلوك. أما حال الذين ترقوا وإن لم يصلوا بعد، فحالهم هو المكاشفة في الحال، بمجرد ذكر الله وجلت قلوبهم. انظر إلى الآيات توضح هذا المعنى، فوجلت قلوبهم تدل على أنه لا استحضار، لأنه لا غيب أصلا، فهو جاهز، زي ما يقول إحنا بالمعنى بتاع البلدي المصري بتاعنا، يقول لك جاهز، ده جاهز على طول، مجرد تقول له الله يخشع، يخشع في الحال، مش محتاج تقول له الله الذي هو قدرته على كل شيء ويحيط بكل شيء وبيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، الذي هو أغنى غني عن المخلوقات، الذي هو قادر على كل الأشياء، الذي هو قاهر فوق كل الأشياء. فإذا ذكرته بهذه البراهين استحضر فارتدع،
هذا هو المبتدئ الذي يحتاج للبراهين ليستحضر. أما الإنسان الآخر الراقي الذي ترقى وانتقل بمجرد الله لا يحتاج لبرهان، فصار الله برهان ودليل ومدلول في آن واحد، فاستغنى عن البرهان. فالاستحضار ثمرته البرهان والدليل. فالبرهان والدليل وهو حال أهل العلم السالكين، يسلك أولا بالعلم، والعلم يؤدي إلى العمل، والعمل ثمرته الحال، والحال يؤدي إلى المحاضرة أي الحضور. فإذا استمر وترقى استغنى عن الدليل بالوصول إلى المدلول، فيكفيك فيه الإشارة، واللبيب بالإشارة يفهم. فصار لا يحتاج لكثرة لجاجة ولا لكثرة إيراد أدلة، بل يكفيه الإشارة، الله تكفي، يخشع قلب في الحال، فهو من أهل المكاشف، يسمونه أهل المكاشف. فإذا ترقى حتى عن نفسه، حتى عن نفسه، فهو حتى غاب عن حسه فلا يذكر إلا الله في كل الأحوال، فيسمى من أهل المشاهدة. يبقى المشاهدة هي ثمرة المكاشفة. البرهان والدليل ثمرته المحاضرة أو نتيجته المحاضرة. فإذا استولى الدليل واستقر والبرهان استقر وصارت المحاضرة سجية، جاءت الثمرة هي نعت البيان، تعامل مع الصفات في الحال. فإذا تعامل مع الصفات دون أثارها، فانشغل بالصفة عن أثر الصفة ذاتها، لأن ما في الأكوان إلا ما هي إلا أثار صفات الله عز وجل. فإذا انشغل بالأكوان فانشغل بالدليل العالم الذي جعله علامة عليه، فلما انشغل بالعالم الذي جعله علامة عليه فانشغل بالبرهان على المبرهن عليه وبالدليل على المدلول، فكان من أهل المحاضرة. كلما نظر للأكوان تذكر المكون، كلما نظر للأكوان عاد للمكون، فهو في دمام استحضار ومحاولات، فهو سالك مجاهد يروض نفسه مراقبا لربه. هذا هو حال أهل البدايات. فإذا استقر الأمر وقلت حالات الغياب والغفلة، استمر ذاكرا حتى أنه يغفل عن الدليل إلى المدلول وعن الأكوان إلى المكون، فصار يتعامل مع الصفة لا مع أثر الصفة، فيكون في حال المكاشفة. فإذا استقر وانتقلت الصفات واجتمعت كلها في ذات واحدة أحدية، فانتقل من تعدد الصفات إلى أحدية الذات، فصار من أهل المشاهدة، فلم يرى تعدد، ولم يشغله كثرة عن قلة، ولا قلة عن كثرة، ولا جزئية عن كلية، ولا كلية عن جزئية، ولا تباعد عن تداني، ولا تداني عن تباعد، فصار هنا من أهل المكاشفة. هذه هي المعاني التي يريدون أن يوصلونها إليك، ولكن بألفاظ هي تبين معاني المعاني لا معاني المحسوسات، معاني المعاني. فالله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، عالم الخلق وعالم الأمر، عالم الحس وعالم المعنى، فخلق الحس وخلق المعنى، وجعل الحس رمزا للمعنى، وجعل المعنى مكدسا في الحس، مكثفا في الحس، مجوهرا في الحس. فالرحمة معنى، أراد الله للرحمة أن تكون محسوسة ملموسة، تستطيع أن تلمسها، أن تقبلها، أن تتشرف بها، أن تأنس بوجودها معك. فخلق الأم، خلق الأم رمز لهذه الرحمة المكثفة. فإذا أردت رحمة ارتميت في حضنها، وإذا أردت أن تقبل الرحمة تقبلها، وإذا أردت أن تستشعر الرحمة وأنت مريض تجدها بجوارك حانية، تضع يدها عليك
بل تبكي عليك، بل تدعو لك، بل تتمنى أن تكون مكانك وأنت معافى. فجسم هذه الرحمة في سورة الأم، وجسم هذه الرحمة في سورة الأب وشفقته، وجسم هذه الرحمة ما في مجموعها في سورة رسول الله رحمة للعالمين. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم هي الرحمة المجسمة المجسدة المكثفة، دليل للصفة الأصلية، وليس هو الصفة الأصلية. دي كل دي مقدمة. نقرأ كلام الشيخ علشان، لأن لما تيجي تقرأ الحاجات دي في ناس بيسيئوا الفهم. المحاضرة ابتداء، يبقى دي حال المبتدئين، يعني أول المراتب، لأنها بيجاهد نفسه بين الغفلة والحضور مع المذكور. ثم المكاشفة، عدت المجاهدة فصارت الحضور سجية، وصار عدم الغفلة نادر فصار من أهل الحضور، يبقى يسموه المكاشفة. والمشاهدة، صار من أهل التمكين متمكن. المحاضرة ابتداء ثم المكاشفة ثم المشاهدة. فالمحاضرة حضور القلب، وقد يكون بتواتر البرهان اللي هو الدليل، يبقى المحاضرة ثمرتها الدليل. كل ما تيجي تغفل عن ربك تستشعر أن الله سبحانه وتعالى ناظر إليك، قادر عليك. فكل ما تغيب تستحضر الدليل، كل ما تغيب تستحضر الدليل. يبقى وقد يكون الحضور ده أو المحاضرة دي بتواتر البرهان، إن البرهان يأتي خلف البرهان، تلو البرهان يأتي على القلب فيجعلك حاضر، يجعلك حاضر مع المذكور، فلا تغفل عنه. كلما انشغلت بهمومك في الذكر عن المذكور تقوم تستحضر التوكل عليه. فإذا توكلت عليه خرجت من همومك إليه، فيعود إليك بعد ذلك هم أي شيء آخر، فتترك هذا الهم لأنه بيده ملكوت كل شيء، لأنه يجير ولا يجار عليه، لأنه سبحانه وتعالى بعباده غفور رحيم، لأنه ودود رؤوف سبحانه وتعالى، وهكذا. فإذا استحضرت، فإذا غفلت عن الخوف عنه استحضرت أنه شديد العقاب، أنه قاهر فوق عباده، أنهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فلا تستقر لك مقر ولا يستقر لك حال إلا مع رب العالمين، مخافة أن يكون ما أنت فيه مكر، وهكذا. فتنتقل باستمرار تستحضر البرهان والدليل لدوام حضور القلب، فيكون البرهان تواتر البرهان يؤدي إلى تواتر المحاضرة، والبرهان هو الدليل، وهو بعد وراء الستر. يعني ما زال الإنسان في هذه الحال وراء ستر نفسه، أي بانشغاله بأحوال نفسه وقيامه بشهواته، يعني ما زال له إرادة، ما زال له شهوة، ما زال يريد، ما زال يحس ويشعر، يبقى يتواتر عليه البرهان ليستحضر ويكافح، لأنه ما زال وراء ستر حجاب نفسه وشهواته، لأنه ما زال لم يقطع مسافة نفسه. وهو بعد وراء الستر، وإن كان حاضرا، وإن كان في الحال ده حاضرا باستلاء سلطان الذكر لاستحضاره عظمة المذكور، واضحة سهلة. ثم بعده لما تبقى في سجية، انت لما بتيجي تطلب العلم الاول عشان تبقى راجل فقيه بتبتدي الاول تدرس الفقه متن، وبعد المتن شرح، وبعد الشرح حشية، وبعد الحشية ادلة، وبعد الادلة قواعد، وبعد القواعد نظائر ومتشابهات، حتى يصير الفقه فيك سجية، فتطلق المسألة تفهمها في الحال. لماذا؟ لأن صار الدليل عندك سجية، وصار الفقه فيك سجية، فلا تحتاج عند سماعك لفرع المسألة استحضار شيء، بل تستشف الحكم منها بالضرورة كشعورك بالجوع والعطش. فهمت؟ نفس الحكاية، زي ما بيحصل كده في الحالات العلم، كذلك بيحصل الحكاية دي في رياضات السلوك للوصول إلى الله مع السالكين. ثم بعده بعد المحاضرة اللي هي الطلب الأول، طلب الحضور
والمواظبة عليه تأتي المكاشفة، وهي حضور بنعت البيان. نعت البيان خلاص بقى، انا مش محتاج دليل، ده انا شفت. شفت يعني عرفت، افهم. لما اقول لك شفت هنا يعني ايه؟ يعني عرفت كده على طول. فهمت ازاي؟ افهم الحكاية دي. لما انا شفت يعني عرفت، محتاج دليل؟ انا الوقتي عارف انك انت راجل بتيجي الدرس بعربية بيجو لونها كذا ورقمها كذا، جيت من بره لقيت العربية دي مركونة، اعرف بالدليل انك انت جوه، صح؟ لكن هل ممكن تبقى جوه 100%؟ لا، لان ممكن تبقى ركنت العربية وخرجت بره بتعمل مشوار، مش كده برضو؟ لكن انا عندي دليل انك انت جوه، عندي دليل، لكن ما شفتش، ما عرفتش. دخلت بقى ودخلت هنا ولقيتك قدامي، يبقى عرفت. يبقى ساعتها محتاج العربية؟ حتى لو العربية خدوها ومشت، حتى لو خدوها ومشت، يبقى ساعتها مش محتاج الدليل لاني عرفت. اما ابقى مع المدلول محتاج الدليل؟ فهمت بقى المعنى؟ وعلشان كده يقول لك ايه؟ بعده المكاشفة، وهو حضور بنعت البيان غير مفتقر في هذه الحالة الى تأمل الدليل. افهم، محتاج انت لتأمل الدليل؟ طب ما ربنا جعل الدنيا كلها دليل على انه اوجدها سبحانه وتعالى. طيب ما الدنيا لما تفنى يعني حيفنى الله؟ لما يفنى الدليل يفنى المدلول؟ لا يفنى الله. وعلشان كده عند انقضاء الدنيا حد محتاج لما يجي يموت لدليل يدل على ان الله موجود؟ مش محتاج، خلاص، لانه خلاص انتقل الى عين المكاشفة. فكشفنا عنك غطاؤك فبصرك اليوم حديد. هناك من يكشف غطاءه في حال حياته لموت نفسه، وهناك من لا يكشف غطاءه الا عند طلوع روحه في نهاية اجله، والكل على حسب اجتهاده. يبقى ربنا قايل جاب لك المكاشفة في القرآن، وجاب لك رمزها الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يبقى كلامهم جايبينه من القرآن، مش جايبين الكلام ده من عند أنفسهم، بل هم لما قرأوا القرآن في حال مجاهدتهم مع الله انبنى لهم معان جديدة يحتملها القرآن غابت عن أهل الشرع الذين غابوا في الحس، وهم أيضا علماء، ولكن علماء غابوا في الحس، يسموهم علماء الشريعة، لكن هؤلاء صاروا علماء الحقيقة والطريقة، فصار لهم أيضا لكل شرب معلوم. علماء الشريعة يشربون من الأدلة والقرآن، وعلماء الطريقة والحقيقة يشربون أيضا، ولكل له شرب معلوم. وهذا لا يناقض هذا، وهذا لا يناقض هذا، وهذا لا يكر على هذا بالبطلان، بل الذي يشرب بالطريقة والحقيقة لا يشرب إلا إذا كان قائما بالشريعة، فهي ثمرة القيام بالشريعة أصلا. هذا كله ثمرة القيام بالشريعة أصلا. من علم بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، واتقوا الله ويعلمكم الله. غير مفتقر في هذه الحالة اللي هي حالة المكاشفة إلى تأمل الدليل وتطلب السبيل، ولا مستجير من دواعي الريب، ولا هو حتى مستعيذ من الشك، لأنه ما فيش شك أصلا. هو هيستعيذ من حاجة هي مش موجودة؟ فهمت ازاي؟ مش محتاج شك بقى. ولا محجوب عن نعت الغيب، يعني ليس محجوبا بالدليل، لأن الدليل حجاب، الدليل حجاب عن المدلول. فهمت ازاي؟ الدليل حجاب عن المدلول، لأنه صار بينك وبين المدلول، فأنت محتاجه، يعني حجبك عنه. فهمت ازاي؟ لما تبقى خلاص وصلت للمدلول، لو حتى شالوا الحجاب مش محتاج الحجاب انت. لكن هنا في حال المكاشفة بقى، ولا محجوب عن نعت الغيب، لانه صار عندك العلم الضروري. هدي لك مثال من نفسك في عالم الحس.
بس انت دلوقتي ما بتحسش الا في عالم الحس، فخلينا مش انت يعني اللي انا بخاطبه، لكن انتوا اولياء ان شاء الله، لكن انت اللي انا بخاطبه، رمز للانسان اللي انا بخاطبه قد يكون غير موجود الان. انت قد يمر عليك 10 ساعات لم تأكل ولم تشرب، ولكن لم تشعر بالجوع ولا بالعطش، كويس؟ فلما تستحضر طول الوقت تقول اه ده انا حقي كنت شربت وكلت، ده انا بقالي 10 ساعات، فهمت ازاي؟ فتستحضر احتياجك للطعام والشراب، لكن انت مش حاسس بيه، مش حاسس بالجوع ولا بالعطش، اهو ده المحاضرة، فهمت ازاي؟ طيب انت بقى جعت واعتشت، محتاج تبص في الساعة، يا رب تبقى واكل دلوقتي، بس انا جعان ميت من جوه، محتاج انا ابص للساعة بقالي كم ساعة ما اكلتش؟ يا عم انا جعان دلوقتي، عشان كده بقى مش محتاج بقى الدليل، فهمت بقى ازاي؟ لانه صار علم ضروري فيا، ده انا حاسس بنفسي ان انا جعان، حاسس بنفسي اني عطشان، مهما تيجي تقول لي انت لسه واكل، ده انا لسه شايل اكل، ده انت ما غسلتش ايدك، ده شوف ايدك لسه من اثر الاكل، انا مالي، دي كلها ادله، انا مش محتاج الدليل، انا عديت الدليل، انا حاسس بنفسي، انا اضرب نفسي، يا رب شايل الاكل اخي اغرف تاني، صح ولا لا؟ زود الطلب، وانت قاعد في المطعم تقول له اديني طلب تاني، طلب، هيقولك ما انا لسه يا عم انا حاسس انا ما شبعتش، فصار امر ضروري مش محتاج للدليل، فهمت بقى ازاي؟ ادي معنى ان هو صارت حاله مع الله شيء ضروري زي الضروريات، اللي هو استشعاره بالجوع والعطش والاحتياجه للنوم واحتياجه لزيادة اللبس عند الشتاء والتقليل من اللباس عند الصيف، كل الحاجات دي بقت ضرورية فيه. انا اما جاء الوقت اقول لك يا اخي انا حران، تقول لي يا اخي الدنيا برد، ده الناس كلها انا حران، انا مالي، انا حران، انا هقلع هدوم خلاص، انا حران. تيجي في عز الصيف يجي الواحد حمى يقول لك غطوني، واحنا في اغسطس والشمس الحراره 40، يقول لك غطوني، تيجي تقول له تثبت له بالدليل، يا عم ده الحراره 40، شوف الترمومتر، شوف الارصاد بيقولوا ايه، طب اقرا الجورنال، طب شوف الناس مشغلات، انا مالي، غطوني، اقفل التكييف، انا حاسس بنفسي، فهمت بقى المعنى؟ يبقى الانسان المترقي بيبقى الامور دي عنده ضرورية، حتى لو الناس حاولوا يكذبوه هو بعيد عنهم، مهما يقولوا انا مالي، انا في موال تاني، فهمت؟ الشمس طالعة وانا شايفها، وكل الناس عمي، كل الناس يقول لي الدنيا ليل وضلمة، انا شايف النهار، هتقول لي ضلمة؟ انا شايف النهار، هتقول لي ضلمة بدليل ان الناس شايف ايه، مولعين النور وشايف ماسكين اللمبه وشايف، مش يا عم شايف ايه، ده هم دول علشان ماشيين في الضلمه، انا خلاص عديت بقيت في النور، فهمت بقى المساله؟ وعشان كده اللي يبقى قاعد في النور وبيتكلم هيتكلم حاجات يستعجبها اللي قاعد في الضلمه، وده اللي حصل بين الاولياء وبين علماء الشريعه، لانهم كانوا قاعدين في النور قاعدين بيتكلموا، توالت عليهم الانوار فصاروا في الضياء، والتانيين بتجيلهم بوارق وتختفي، بوارق وتختفي، فما يلحقش ايه؟ يدرك. فلما يجي التاني اللي في النور يكلمه يستعجل. ما يجراش حاجه يستعجل، وكله ناجي. وكله ناجي، استعجب لكن ما تكذبوش. ما يضرش. ليه؟ لأن أنت أمرت بحسن الظن بالناس. لكن اللي بيغلط إنه يستعجب فيستبعد فيكذب فيعادي، ومن عاد لي وليا فقد أزنته بالحرب فيزداد طردا، هي دي المشكلة. وعلشان كده إن لم تدرك الشيء سلم للناس لأهله واترك، وقول لهم سلام عليكم، ما يجراش حاجة، عام انتوا جعانين، طب كلوا يا عم انا شبعان، سلام عليكم، فهمت ازاي؟ بسيطة. ادي معنى ولا محجوب عن نعت الغيب، واخد بالك ازاي؟ يعني مش محجوب خلاص، لانه صار عنده الامر ضروري. ثم المشاهدة أعلى من دي بقى، وهي حضور الحق من غير بقاء تهمة. يا جماعة هتقول أكل، أنا جعان، يا جدع أنت لسه واكل، أنا دريان بنفسي، جا الأكل، بدأت أبلع، بقيت في إيه؟ في المشاهدة. بقى في المشاهدة. يبقى في مكان تاني أعلى، إن هو بدأ
يشعر بلذة الطعام في حال جوعه ونهمه، أي جعل بلذة المناجاة في حال شدة شوقه. افهم دي تساوي دي. ربنا جعلك تشتاق لبعض الأشياء في الحس علشان يعرفك انك انت قد تشتاق في بعض الأشياء في المعنى، فجعلك كثافة الشوق في المعنى كثفه في أشياء في الحس تشعر بها في الحس. فهمت المعنى؟ ثم المشاهدة وهي حضور الحق من غير بقاء تهمة. حضور الحق يعني خلاص غلبت أنوار الحق والحقيقة على القلب، فلما غلبت عليه انمحق كل شيء سواه، فلم يستشعر إلا الله، فغاب عن كل شيء، فغاب عن كل شيء عما سوى الله. فهمت ازاي؟ فالتعظيم لله. يا سائلي عن رسول الله كيف سهو، والسهو لا يكون إلا عن كل قلب غافل الله. قد غاب سره عن كل شيء فسهى عما سوى الله، فالتعظيم لله. فهم؟ ثم المشاهدة وهي حضور الحق من غير بقاء تهمة. فإذا أصحت سماء السر، سماء السر اللي هي سماء سرك بينك وبين ربك، لأنك مكون من روح وهي من أمر الله من عالم الأمر، وجسد تكونت منه نفس وهي من عالم الحس، فأنت فيك الخلق والأمر، فيك اجتمع الخلق كله، فيك الخلق وهو الحس، وفيك الأمر وهو المعنى وهي الروح. فلما اختلطت الروح وهي من عالم الأمر بالجسد وهو من عالم الحس، تولدت النفس التي هي صارت حجاب غليظ للروح عن عالم الأمر التي جاءت منه. فإذا قطعت الروح مسافة النفس وانجلت الأمور، صارت سرا فعادت كما كانت إلى عالم الأمر، دراكة فاهمة واعية أن لها إله واحد. ألست بربكم؟ قالوا بلى. حتى الكفار قالوا بلى، حتى أبو جهل قال بلى، حتى فرعون قال بلى. فالكل كان داركا مدركا في عالم الأمر، في عالم المعنى. فلما اختلط بعالم الحس حجب من حجب، وفهم من فهم، وتذكر من تذكر العهد القديم فصار عليه. وكل بقى له مقام معلوم في المسائل دي كلها. فإذا أصحت سماء السر من غيوب الستر اللي هي الشهوات والرغبات والتعلقات اللي هي يسموها الأغيار، يسموها ساعات ايه كلمة واحدة يقولك الأغيار، كويس. فإذا أصحت سماء السر عن غيوم الستر، فشمس الشهود مشرقة عن برج الشرف. يعني خلاص بقى ترجع الروح تاني لشرفها الأصل، شرفها الأصل كمال المعرفة، بحيث أنها مجرد إن أقرها الله أقرت، أقرها مباشرة بغير دليل وهي في عالم الذر قبل أن تدرك الأكوان، أقرت قبل أن ترى الأكوان كدليل، وقبل أن ترى العوالم كعلامة، أقرت في الحال لأنها في عالم الإدراك مدركة. فهمت؟ فشمس الشهود مشرقة عن شمس الشهود، أي شمس المعرفة. افهم كل حتة من دي تفهمها. مشرقة عن برج الشرف، قل الروح من أمر ربي منسوبة إليه، جاءت عادت إلى شرفها، فنفخنا فيه من روحنا، نسبة تشريف لا نسبة تبعيد وحلول، فعادت إلى شرف أصلها وشرف منبعها أنها من الله مباشرة سبحانه وتعالى. وحق المشاهدة ما قاله الجنيد رحمه الله، حقها يعني علامتها أو دلالتها أو تعرفها كما عرفها الإمام الجنيد رحمه الله، وجود الحق مع فقدانك، هو ده نفس المعنى، بس هو بقى لكمال ولايته اختصر عبارته. وجود الحق مع فقدانك، أي لأنه إذا ظهر الحق زهق الباطل، وكل ما سوى الله باطل. ألا كل ما خلى الله باطل؟ مش كده برضه؟
مش سيدنا الرسول لا قال كده؟ قال أصدق ما قاله شاعر قول لبيب، لبيد ألا كل ما خلى الله الله باطلة، مش كده برضو؟ طيب يبقى وجود الحق مع فقدانه، فكل ما سوى الله ايه؟ باطل. فإذا جاء الحق زهق الباطل، صح ولا لا؟ يبقى مجرد استيلاء المعرفة الحق يستوجب معها فقدان الخلق، أي فقدان الشعور بالخلق، لا فقدان الخلق وجودا بل فقدان الخلق شعورا، لأننا في عالم المعنى. فهمت؟ فصاحب المحاضرة مربوط بآياته لأنه مشغول بإيه؟ بالأدلة والبرهان، ده صاحب المحاضرة. وصاحب المكاشفة مبسوط بصفاته، بيتعامل مع أثار الصفات، مبسوط يعني آنس بصفات الله عز وجل، وعشان كده صاحب المشاهدة تلاقيه يعيش في البرية في وسط الوحوش ولا يهمه، لأنه هو لا يرى شيء إلا أثار صفات الله، فآنس بكل شيء، يأنس بكل شيء ويأنس به كل شيء، حتى إن بعضهم كان يعني يلعب مع السباع وهي جائعة ما يموت، ويبقى قاعد كده يعبد ربه والأفاعي معدية جنبه وهو ما يتحركش، صار آنس. ليه؟ لأنه في مقام المشاهدة، فلا يرى أي شيء فاعلا بذاته بل فاعلا بربه وهو مع ربه فلا يخاف شيء. انظر إلى الطفل الرضيع وهو في حضن أمه، طالما في حضن أمه يخاف من شيء؟ أبدا. خلاص حصلت خناقة، النور طفى، النور ولع، مش عارف حصل إيه، الناس بتجري، الناس بتصوت، الناس بتعب، هو في حضن أمه فرق معاه حاجة؟ أبدا. خلاص الدنيا وما فيها هي كده بقى حال المشاهد. فصاحب المحاضرة مربوط بآياته، وصاحب المكاشفة مبسوط بصفاته، وصاحب المشاهدة ملقا بذاته، أي غريق في بحار الأحدية، لأنه اجتمعت الصفات كلها إلى ذات واحدة موصوفة، فصار الكل في واحد فلا تعدد عنده، فهو ملقا بذاته أي في بحار الأحدية وفي بحر الوحدة. بحار الأحدية على حال فناء الفناء، وفي بحر الوحدة في حال الفناء فقط، على حسب التعريفات السابقة. وصاحب المحاضرة يهديه عقله، صاحب المحاضرة محتاج عقله، لأن العقل مناط التكليف، ويقول لك ربنا عرفوه بالعقل، يبقى عايز دليل، يبقى صاحب المحاضرة يهديه عقله. وصاحب المكاشفة يدنيه علمه بالله، يدنيه هنا بمعنى ايه؟ يقربه بمعنى ايه؟ يوصله، يوصله بمعنى ايه؟ يعرفه، يعني مش مسافات، افهم، مش مسافات. وصاحب المكاشفة يدنيه علمه، وصاحب المكاشفة تمحوه معرفته، صاحب المشاهدة تمحوه معرفته. يعني ايه معرفته؟ صاحب المشاهدة لما عرف ان الكل موجود بالله مفتقر اليه في كل لحظة، فلا موجود بحق الا الله، فلما استقرت هذه المعرفة عنده استقرار تمكين، غاب عن كل شيء عما سوى الله، فلم يرى في الوجود إلا الله، فلم يرى في الوجود إلا الله، فإذا سئل ما في الجبة قال الله، ما في الكون قال الله، ما في العرش قال الله، ما في الآخرة قال الله، فهو لا يقول إلا الله، لا يتكلم بحلول ولا يقصد هذا المعنى، لأنه لا يرى وجود مع الموجود. فهمت ازاي؟ لأنه في حال ارتقى إلى مقام، فلما سمعوه أهل الستر والغيب والحجاب فهموه خطأ، كل الخطأ، فقتلوه، ما فهموش، لأنه كان في مقام تاني بيتكلم حاجة تانية، لو سئل أي حاجة هيقول الله، لأنه غاب عن كل شيء سره عما سوى الله، فالتعظيم لله، فهو لا يتكلم بحلول ولا ينظر لأكوان ولا ينظر لشيء إلا المكون. فهمت؟ غاب حتى عن توالي الإمداد إلى لحظة قبل ورود الإمداد، كل شيء هالك إلا وجهه،
هالك أي في الحال، اسم الفاعل كده يدل عليه، يعني في الحال هالك، يعني أنت هالك والكل هالك والأكوان هالكة إلا الله، إلا ذات الله، كل شيء هالك إلا وجهه، ولولا إرادة الله بالإمداد لظهر الهلاك في الأكوان، ولكن أراد ظهور الأكوان فتوالى الإمداد، فلما غاب حتى عن توالي الإمداد وجد أن كل شيء هالك إلا الله، فلما سئل من الموجود قال الله. افهم، فهمت؟ فهي المسألة كده، للي يفهم. استوعبت ما يجرش حاجة، ما استوعبتش اعذره، قل له ده بيخرف، ده مجنون وبيخرف، ما يجراش حاجة، تبقى عذرته برضه، مجنون وبيخرف. قول انه في مقام الفناء، سكران وبيهلضم، فهمت ازاي؟ سكران، والسكران لما يبقى سكران وبيتطوح، واحد في غيبوبة وبيخرف، هتقول له تعال انت كده كفرت؟ ده في غيبوبة، ده غير مكلف، فوق، افهم، فهمت؟ ولم يزد في بيان تحقيق المشاهدة أحد على ما قاله عمرو بن عثمان المكي رحمه الله، ومعنى ما قاله أنه تتوالى أنوار التجلي على قلبه من غير أن يتخللها ستر، اللي هي إيه؟ بيتكلم على تحقيق المشاهدة، عايز يبين لك أن المشاهدة مش مسألة حس، مش مسألة عين، رؤية عين، ده مسألة توالي أنوار التجليات والترقيات في الوصول إلى الله بقطع مسافة النفس رياضة وسلوكا وشريعة، فتتوالى أنوار هذا على القلب، فلما يكسر التوالي يحصل الاتصال فيدوم النهار، فهمت ازاي؟ لكن عارف لو النور هنا الكهرباء دي بتيجي نبضات كنت تلاقي ايه؟ يبقى عامل كده يزغللك، قاعد يقوى ويضعف، يقوى ويضعف، يقوى نبضات، طب تستمر النبضات بسرعة خلاص يفضل قوي بقى على طول، مش كده برضو؟ يعني معنى تتوالى أنوار التجلي على قلبه من غير أن يتخللها ستر وانقطاع، كما لو قدر اتصال البروق، لو البرق الخاطف ده اتصل خلالك الليل نهار، لو قدر ذلك، فكما أن الليل الظلماء بتوالي البروق فيها واتصالها إذا قدرت تصير في ضوء النهار، فكذلك القلب إذا دام به دوام التجلي متع نهاره، يبقى خلاص ما بقاش عنده ظلام، بقى ما بقاش عنده ظلام الحس ولا ظلام الحجاب ولا ظلمة الشهوات ولا ظلمة التعلقات، فهمت؟ فلا ليل، وأنشدوا ليلي بوجهك مشرق وظلامه في الناس ساري، ليلي يعني حجابي بوجهك مشرق أي بتوالي أنوار تجلياتك ومعارفك، مشرق وظلامه، ظلام ليل الحجاب والشهوات والغفلات في الناس ساري، والناس في سدف الظلام ونحن في ضوء النهار، يبقى هم بيحكوا حالة نفسية معينة ارتقوا فيها وشافوها وحسوها، حسوها زي ما بتحس انت حلاوة الطعام وزي ما بتحس انت الري بعد الشرب عند العطش، هم شعروا هذا المعنى. وقال النوري لا يصح للعبد المشاهدة وقد بقي له عرق قائم، ما طبعا ما احنا قلنا جاء الحق وزهق الباطل، وكل ما سوى الله باطل، باطل يعني لا ليس قائم بذاته بل قائم بغيره. وقال إذا طلع الصباح استغني عن المصباح، مش كده برضو؟ إذا طلع الصباح استغني عن المصباح، وكلها معان رائقة لا يفهمها إلا أولي الألباب الذين ارتقوا من معاني الحس إلى معاني الأمر، والذين ارتقوا من عالم الخلق إلى عالم الأمر إلى عالم المعنى، والذي لم يرتقي يظل في الحجاب ويكون ناجي ولكن من عوام أهل اليمين، والذي ارتقى يكون على مشارف الولاية أو على الأقل على قدمهم، وقد يرتقي إلى الوصول إلى التمكين. فإذا فهمت احمد الله واستمر على ما أنت عليه مجاهدا مرودا نفسك لعلك تصل بالله لا بنفسك، وإن لم تفهم فسلم الأمر لأهله وعش على حسن الظن بالناس.
حتى تلقى الله وهو راض عنك. فالمسألة سهلة. وتوهم قوم أن المشاهدة تشير إلى طرف من التفرقة. أو بيقول لك أو. وتوهم قوم اللي هم معترضين عليهم أن المشاهدة تشير إلى طرف من التفرقة، إن في جهات يعني وفي حاجات من دي ورؤية حس، لأن باب المفاعلة في العربية بين اثنين، مش كده برضو؟ مشاهدة يعني هناك شاهد ومشهود، يعني في تفرقة. وهو بيقول لك لا تتم المشاهدة إلا بإن إن الإنسان يفقد نفسه كلية، بل تفقد الأكوان بالكلية. طب منين بقى مشاهدة؟ ما المشاهدة تبقى في شاهد ومشهود، منين أبقى أفقد؟ منين أفقد ومنين هي من باب المفاعلة؟ فهمت إزاي؟ عايز يرد لك على المعنى ده. وهذا وهم من صاحبه، فإن في ظهور الحق سبحانه ثبور الخلق، في ظهور الحق ثبور الخلق. والآية واضحة، جاء الحق وزهق الباطل، دي شيء واضحة خالص. كل شيء هالك إلا وجهه، لمن الملك اليوم؟ لما يتم التجلي يختفي كل شيء، فلا يجيب إلا الله، لله الواحد القهار. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، يعني اختفى الجبل، وخر موسى صعقا. يبقى المسائل كلها إذا جاء الحق زهق الباطل، وكل ما خلى الله باطل. طيب أمال إيه بقى المشاهدة من باب المفاعلة؟ قال لك إن باب المفاعلة غالبا بيقتضي التفرقة، لكن في أحيان كثيرة لا يقتضي التفرقة. وحديك أمثلة. وباب المفاعلة جملتها لا تقتضي مشاركة الاثنين، نحو سافرة. أنت ما بتقول سافرة يبقى فيها في حاجة بتعمل، في حاجة بتتعمل معاك يعني، ولا هو واحد بس اللي مسافر؟ مش كده برضه؟ سافرة مش فاعلة، والتانية مسافر مفاعل، فمن باب المفاعلة وهي من جانب واحد. شفت بقى؟ هو عايز يبين لك انك انت ما تعترضش حتى من جهة اللغة، فاللغة واسعة، اللغة تحتمل المعنى ده وتحتمل المعنى ده. وطارق النعل، وطارق، طارق برضو نفس الحكاية. طارق يعني انت لما بتطرق، مش الفاعل واحد؟ ولا الباب بيخبط معاك؟ انت بتخبط لكن الباب بيعمل حاجة. وامثاله. وانشدوا فلما استبان الصبح ادرك ضوءه بانواره انوار ضوء الكواكب. فلما استبان الصبح اللي في حاجة ادرك، وفي نسخة ادرك، والاثنين صح. أدرك من الإدراك، وأدرك من التداخل، أي غياب عما سوى الله. الاثنين صح. ما هو ممكن يبقى أدرك ضوءه بأنواره أنوار ضوء الكواكب، يعني الضوء نفسه اللي أدرك. واخد بالك؟ يبقى فاعل عادي. يبقى جاية من الإدراك، والإدراك جاية من التداخل، فيصير المعنى واحد فلا خلاف. فلما استبان الصبح، صبح المعرفة، صبح المعرفة، أدرك ضوءه أو أدرك ضوءه بأنواره أنوار ضوء الكواكب، الكواكب وعلامات وبالنجم هم يهتدون، مش كده برضو؟ نعم. فأنت في طريقك إلى الله جعل في سماء سرك كواكب، وهي براهين وجوده سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن تصل إليه نظرت إلى كواكب أنواره في سماء سرك، فاهتديت في طريقك في قطع نفسك إلى الله، كما تهتدي بأنوار الكواكب في الصحراء فتصير في اتجاهك المعلوم. كويس. فإذا ظهر ضوء الصباح تحتاج للكواكب ولا تختفي الكواكب؟ تختفي البراهين لعدم الحاجة إليها. فهمت المعنى؟ فإذا طلع الصباح اختفت الكواكب لعدم الحاجة إليها، أي إذا صار معاينا اختفت البراهين والأدلة التي هي كانت بمثابة الكواكب التي هي وعلامات وبالنجم هم يهتدون. واضح؟ سهلة. يجرعهم كأسا لو ابتلى به اللظى، لو ابتلي به اللظى بتجريعه طارت كأسرع ذاهب. يجرعهم كأسا من الوصال،
والمعارف والتجليات لو ابتلي به اللظى، اللظى اللي هو النار يعني، بتجريعه طارت كأسرع ذاهب. يعني لو دخل هذه أنوار التجليات وبرد المعارف على جهنم لجعلها جنة. هو عايز يقول لك كده، يعني ليجعل جهنم جنة من حلاوتها. ولذا يجرعهم كأسا لو ابتلي به اللظى بتجريعه طارت كأسرع ذاهب. كأس، أي كأس، أي كأس تصطدمهم عنهم، يعني تستأصلهم وتفنيهم وتخطفهم منهم ولا تبقيهم. كأس لا تبقي ولا تذر، تمحوهم بالكلية ولا تبقي شظية من آثار البشرية، فيصير عبدا لله لا عبدا بنفسه، فيصير عبد ورب. ترجع الأمر الأصل بقى، ارجع الأمر الأصل، تعس عبد الدينار، تعس عبد هواه، تعس عبد القطيفة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فالناس عبيد لأشياء كثيرة. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، يعني عبد لأشياء كثيرة، لكن التاني تحرر فصار عبدا لإله واحد، واخد بالك؟ فلم تبقى فيه بقية شرك لأحد ولا حتى لنفسه بنفسه، بل صار بالله لا بنفسه، فصار عبدا لله لا عبدا لنفسه وهواه. على الحقيقة، مش على ايه؟ مش على الطريقة، لأنه سلك الطريقة فتدرج إلى الحقيقة. لما بدأ في الطريقة سالكا بدأ عبدا بنفسه، فلما قطع مسافة نفسه صار عبدا لله، فعاد بكسوة الأنوار. بعدما انطلق من كسوة الأغيار عاد مرة أخرى بكسوة الأنوار، فصار سمعه وصار بصره وصار يده، فصار عبدا رباني. أدي المعنى، والله أعلم. كما قال قائلهم: ساروا فلم يبق لا رسم ولا أثر. ساروا يعني سافروا عن حظوظ أنفسهم وقطعوا مسافة نفوسهم ومسافة شهواتهم وتعلقاتهم، قطعوا مسافات الأغيار إلى من يخلق ما يشاء ويختار. فلم يبق لا رسم ولا أثر، خلاص حتى الأدلة قطعوها، حتى النجوم التي أوصلتهم قطعوها، فلما وصلوا لا يحتاجوا إلى رسم ولا إلى دليل ولا إلى فصل ولا إلى شيء. فهمت المعنى؟ والله أعلم. اللوائح والطوالع واللوامع. النهاردة احنا عايزين نعوض اليوم اللي خدناه أجازة الأسبوع اللي فات، السبت اللي فات. تقعدوا معايا كده إن شاء الله لحد 11 إلا ربع، معلش بقى هنقبض عليكم، واللي عايز يمشي يمشي براحته، لكن أنا هخلص النهاردة كمية تساوي قعدتين، علشان أنا عايز أخلص الكتاب ده قبل ما يجرى لنا حاجة. ها؟ ما تستوعبش وتستوعب ما يجراش حاجة، باخد التسجيل. هتستوعب إن شاء الله. اقرا الفاتحة كده وصلي على النبي. أعوذ بالله من الشيطان. ومن ذلك اللوائح والطوالع واللوامع. قال الأستاذ رضي الله عنه: شوف اللوائح والطوالع واللوامع دي حال أهل السلوك، دي حال المبتدئين، خد بالك، ده في حال أهل البدايات. يعني هو بيحاول ينقلك، بيقول لك الأمور على كل الحوال، يعني حال المشاهدات والمكشفات حال أهل الوصول والتمكين، لكن اللوامع والطوالع واللوائح دي حال أهل البدايات. وأنت في طريقك إلى الله يلمح لك ويلوح لك بعض أنوار حلاوات التجليات، ولكن لا تدوم. فدي علشان إيه؟ حتى يحببك في الطريق فيثبتك عليه، وحتى يرغبك فتستمر في رياضة نفسك. تلوح لك هذه الأشياء ولوامع في سماء سرك التي هي ما زالت في ظلمة الأغيار، زي كده في الظلام، في الظلمة ربك سبحانه وتعالى يبعت برق، يجي نجم، ساعات يجي القمر، وساعات القمر يبقى هلال، وساعات يبقى نص، وساعات يبقى بدر. كل دي لوائح وطوالع ولوامع
فإذا انجلى الليل وأشرق شمس المعارف خلاص بقى مش محتاج لقمر ولا بدر ولا محتاج حاجة. يبقى اللوائح والطوالع واللوامع دي حالات أهل البدايات في السلوك. ما هو ما لا يريد أنه هو على فكرة في الرسالة دي أن يدرجك، ده يريد أنه يعلمك أن الحكاية كلها بفضل الله مش بتدريج فعلك أنت ولا فهمك، ده بفضل الله. قد تبدأ بالمشاهدة قبل المحاضرة لأنه ليس بعملك ولكن بفضل الله، فأراد أن يديك اللمحة. والله أعلم إن الحكاية بفضل الله لا بعملك، فعملك مطلوب لإظهار العبودية ولكن ترقيك موكول إلى كمال إحسانه لا للنظر إلى أعمالك حتى لا تكون معتمد على العمل. وعشان كده في بداية ذكر أعلام الطريقة، أعلام الطريقة ابتداهم بمين؟ ابتداهم بقطاع طرق. يعني أول اللي ابتدى بيهم بدايتهم كان قطاع طرق، ما كانوش يعني أهل فضل، مش واخد بالك ازاي؟ ابتدى الأول بقطاع طرق، إبراهيم ابن آدم، الفضيل ابن عياض، كانوا قطاع طرق في الأول، مش كده برضو؟ ابتدى بيهم، مع إنه كان حقه يبتدي بالجنيد، يبتدي بالسري السقطي، الله، ده ابتدى بيهم متأخر، طب ليه يعني؟ هو يعني الشيخ مش عارف ما كان يبتدي بالأعلى فالأعلى مثلا؟ لا، ده هو بيقول لك إن شوف هو عايز يديك الرجاء، يولد فيك الرجاء. شوف حال دول وانت حالك، ولا قطعت طريق ولا قتلت نفس، وربنا وصل دول بالرغم ان قتلوا النفوس وقطعوا الطرق، وصلهم وبام أولية. فانت ارغب في ربك وفي فضل الله ولا تنظر لعملك، يبتدي يديلك اللمسة دي. فهمت ازاي؟ والله اعلم، لكن انا ما سألتوش، انا مجرد بستشهد. والله اعلم. قال الاستاذ رضي الله عنه: هذه الالفاظ متقاربة المعنى لا يكاد يحصل بينها كبير فرق، وهي من صفات أصحاب البدايات الصاعدين في الترقي بالقلب، فلم يدم لهم بعد ضياء شموس المعارف. فلم يدم لهم بعد ضياء شموس المعارف، يعني لسه لم يشرق الصباح في سماء سرهم. لكن الحق سبحانه وتعالى يؤتي رزق قلوبهم في كل حين، كما قال: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشي. فكلما أظلم ليه فيها؟ انت بتفتكر هنا الجنة، جنة الزخارف، مش كده برضو؟ ولكن قد يريد جنة الزخارف، وقد يريد جنة المعارف، وقد يريد جنة الترقيات، وقد يريد جنة التجليات، وقد يريد جنة الصفات، وقد يريد جنة الذات. فالحكاية جنان، اوعى تتجنن. فهمت ازاي؟ فيحتمل جنان كتير. فهمت ازاي؟ وربك عنده جنان كثيرة، واخد بالك ازاي؟ يعني جنات سبحانه. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. فكلما أظلم عليهم سماء القلوب بسحاب الحظوظ اللي هي الشهوات والأغيار، سنح لهم فيها لوائح الكشف وتلألأ لوامع القرب، وهم في زمان سترهم يرقبون فجأة اللوائح. يعني وهم لا قاعدين كده لا بيهم ولا عليهم، ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ يديهم حاجة. يعني يا ايه ده؟ تبص تلاقي مثلا وانت في الذكر كده، وقاعد في الذكر بأمر من الأمور ملوش حل، بص تلاقي يجي لك التليفون المحمول، ألو الأمر اتحل. ايه ده؟ مين اللي حل؟ ايه البشرة دي؟ دي لوائح انه هو يدبر الأمر، يوم يعرفك انه يدبر الأمر، ما تيأس. فهمت ازاي؟ يبتلي واحد من قرايبك بمرض، تلفه على الدكاترة ملوش علاج، تقعد انت تقول الليل يا رب يا رب يا رب، تصحى تاني يوم تلاقي الراجل كويس. ايه الحلاوة دي؟ ده ربنا هو الشافي، ايه الجمال ده؟ تقوم تزداد تعلق بالله. كل دي لوائح، كل دي بوادي. فهمت ازاي؟ يبقى يريد ان يتعرف عليك في كل شيء حتى لا تجهله في شيء. فكل دي لوائح وبوادي، مش نور كهرباء. لحسن تفتكر ان دي طوالع انوار كهرباء، لا، ما كانوا يركبوا فيك عداد، وبعدين تيجي بعد كده الكبانية تحاسبك ورفعوا سعر الكهرباء، لا، دي لوائح امداد من الله، يثبت الله من يشاء بالقول الثابت، واخد بالك ازاي؟ في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فتجد التثبيت، تجد التثبيت باستمرار، وانت في طريقك مع الله باستمرار في تثبيت، باستمرار في تشجيع، باستمرار في حلاوة، وهكذا. دي اسمها لوائح. لما تجدها متتالية
متتالية يسموها ايه؟ لوامع. لما تبقى متباعدة شوية يسموها طوالع. لما تبقى نادرة يسموها لوائح. فهمت بقى؟ يبقى لما تبقى نادرة لوائح، لما تبقى متتالية على مسافات بعيدة يسموها طوالع، ولما تبقى متتالية على مسافات قريبة يسموها لوامع. لما تستمر تبقى من أهل التمكين بقى خلاص. فكلما أظلم عليهم سماء القلوب بسحاب الحظوظ سنح لهم فيها لوائح الكشف وتلألأ لوامع القرب، وهم في زمان سترهم يرقبون فجأة اللوائح. ياه ايه الحلاوة. فهم كما قال القائل: يا أيها البرق الذي يلمع من أي أكناف السماء تطلع، يعني من أي جهات السماء تطلع، يعني مش عارف جهته عشان يرقبه ويبص في جهة معينة لأنه بيبغته، يرزقهم من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. يبقى لكل لائحة، لكل طالعة، لكل لامعة لها قدر معلوم ووقت معلوم، وكل بحساب على حسب احتياجك وعلى حسب حالك وعلى حسب احتمالك وعلى حسب مراده لك وعلى حسب ما قسمه لك في القسمة الأزلية الأولية، لأن سوابق الهمم لا تسبق أسرار أسوار القدر. فتفهم المسألة دي تلاقي نفسك استريحت، تقوم تمشي مع الله عبد طائع، واللي يديهولك خير وبركة الحمد لله، رزق تحمد ربك فيه. فأنت في طريقك عابد متذلل إلى الله، متشرع له، غير ناظر لشيء، بل ما يسوقه إليك تجله وتكرمه وتحمد الله عليه، ولا تستقل نعمة الله عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجل النعمة وإن دقت، كان يجل النعمة وإن دقت. يكفيك نعمة مداومتك على العبادة واستمرارك فيها سنوات طويلة، وقيامك بهذا الأمر على الوجه الذي فيه نوع اجتهاد وتثبيتك على ذلك. يكفيك هذه نعم فتجلها وتحترمها، ولا تنظر لمن فوقك فتستقل ما أنت فيه، ولكن ولئن شكرتم لأزيدنكم. فتكون أولا لوائح، ثم لوامع، ثم طوالع. فاللوائح كالبروق ما ظهرت حتى استترت، كما قال: افترقنا حولا فلما التقينا كان تسليمه علي وداعا. يعني بيتكلم على ايه؟ على ان الحقائق بتجيله زي البرق وتجري. فبيقول افترقنا حولا فلما التقينا كان تسليمه علي وداعا، بيسلم ويجري، يعني مجرد لقائه هو الوداع نفسه من شدة ايه؟ عدم ايه؟ سرعة افتراقه. وانشدوا: يا ذا الذي زار وما زار، كأنه مقتبس النار، مر بباب الدار مستعجلا، ما دره لو دخل الدار. نفس الحكاية. واللوامع أظهر من اللوائح، ليس زوالها بتلك السرعة، فقد تبقى اللوامع وقتين وثلاثة، يعني لحظتين وثلاث لحظات وأربع لحظات وهكذا. ولكن كما قالوا: والعين باكية لم تشبع النظر، وكما قالوا: لم ترد ماء وجهه العين إلا شرقت قبل ريها برقيب. يعني كل ما تقرب للعين اللي انت عايز تشرب منها، عين المعارف، عايز ترتوي من المعارف وعايز بقى تقربع تشرق، تقوم تتلخم في الكحة، وعلى ما تكح وتفوق تختفي العين قبل ان ترتوي. هذه المعنى. فهمت ازاي؟ لم ترد ماء وجهه العين الا شرقت قبل ريها برقيبه، فاذا لمع قطعك عنك وجمعك به، لكن لم يسفر نوره نهاره حتى كر عليه عساكر الليل. فهؤلاء بين روح ونوح، يعني بين راحة وبين حزن وهم، يعني ونياحة، بين راحة ونياحة. خليها كده عشان تبقى ماشية حلو باللغة بتاعت العرب، يحبوا الايه؟ الالفاظ اللي ماشية كده تليق على بعضها، يقول لك الفاظ تليق على بعضها. فهؤلاء بين روح ونوح، يعني بسط وقبض برضه ممكن كده، الروح اللي هو البسط والقبض اللي هو النوح، لأنهم بين كشف وستر،
بين كشف للمعارف وستر بالحظوظ والأغيار. كما قالوا: فالليل يشملنا بفاضل برده، والصبح يلحفنا رداء مذهبا، والطوالع أبقى وقتا شوية تعد أكثر شوية، وأقوى سلطانا وأدوم مكثا، وأذهب للظلمة وأنفى للتهمة، وأنقى تمشي برد. لكنها موقوفة على خطر الأفول، لكن الطوالع تملي خايف لحسن تأفل، فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. مش كده برضو؟ ليست برفيعة الأوج ولا بدائمة المكث، ثم أوقات حصولها وشيكة الارتحال، وأحوال أفولها طويلة الأزيال، ولما بتأفل بتقعد كتير على ما ترجع تاني. وهذه المعاني التي هي اللوائح واللوامع والطوالع تختلف في القضايا، يعني في الأحكام. فمنها ما إذا مات لم يبقى عنها أثر، كالشوارق إذا أفلت فكأن الليل كان دائما، يعني ممكن حتى ما تسيبش أثر، تيجي وتختفي كأن لم يكن شيء. ومنها ما يبقي عنه أثر، تسيب شوية أثر كده، فإن زال رقمه بقي ألمه، وإن غربت أنواره بقيت آثاره، فصاحبه بعد سكون غلباته يعيش في ضياء بركاته، فإلى أن يلوح ثانيا يرجى وقته على انتظار عوده. ومكتوبة في الهامش في نسخة: يسجي، يعني يدافع على انتظار عوده، ويعيش بما وجد في كونه، ويعيش على أمل أنه يجيله تاني، ويعيش على أمل أنه يجيله تاني. ومن ذلك البواده والهجوم. البواده برضو جاي من حاجات كده بين انها فيها الفجأة، مش كده برضو؟ بدهه الشيء يعني فجأه، وهجمه الشيء يعني فجأه، الاثنين فيها فجأة، مش كده برضو؟ يعني حاجات بتجي للإنسان فجأة، تطرأ عليه ولا بيه ولا عليه، وهو في طريق العبادة والطاعة والرياضة، تبدهه أشياء وتفجأه أشياء. أدي المعنى: ما يفجأ قلبك من الغيب على سبيل الوهلة، يعني على سبيل البغتة، مش انت منتظره او مستحضر له، لا ده يجي كده على سبيل البغتة، اما موجب فرح واما موجب طرح، يعني اما قبض وشدة خوف وهيبة، او بسط وانس وانشراح، كل دي معاني، اما غلبة رجاء او غلبة خوف، كل الحاجات دي بتأتي ملهاش لا لا. ولكن البواده تملي يكون لها سبب، ولكن قد يكون غير معلوم، يكون لها سبب لكن قد يكون غير معلوم. اما الهجوم لا سبب له اصلا، لا سبب، لا معلوم ولا غير معلوم، ده يهجم عليك كده. ما يرد على القلب بقوة الوقت، بقوة الوقت اللي هو الحال يعني، من غير تصنع منك، ويختلف في الأنواع على حسب قوة الوارد وضعفه. منهم بقى من تغيره البواده وتصرفه الهواجم، أول ما تيجي تبدهه بادها يبان على حاله من بره، وصل يتهزت رجت عملت غير تصرفاته اتغيرت. وكذلك الهواجم تغيره، يعني تبين تغيرات تظهر، بحيث ان اللي بيعيش معايا يعرف يشوف، يقول لك الجدع ده صاحب أحوال، ده كل يوم في حالي يا عم، ربنا يستر. ودول برضو من اهل التلوين، دول اهل البدايات، يسموهم اهل التلوين، انما اهل النهايات اهل تمكين، فما يظهرش عليهم التغيرات. هيجي باب التلوين والتمكين، هيجي الصبر يعني. ومنهم من يكون فوق ما يفجأه حالا وقوة، وفي بقى واحد يكون حاله أقوى من الهجوم اللي هجم عليه أو البادهة اللي بدأت عليه، فيقوم يستوعبها وما يتأثرش، ما يبانش، يبقى قاعد كده عادي خالص، تصرفاته عادية، بيتعامل الناس بنفس الطريقة. الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا كان في دوام الترق، ولكن لا يخفي بشره عن أحد في لحظة. إيه ده؟ كان يرى أهل النار يتعذبون فيها، أهل الجنة يتنعمون فيها، ولا يخفي بشره عن أحد، ولكن إذا خلع لنفسه مع ربه دائم الأحزان، متواصل الأحزان صلى الله عليه وسلم، لغلبة الجلال عليه. أما مع الناس فلا يخفي بشره عن أحد. فكانت مهما تغيرت الأحوال على قلب النبي، لأنه من أهل التمكين وهو إمام أهل التمكين، كان لا يتأثر ولا يتغير. فهمت؟
ومنهم من يكون فوق ما يفقهه حالا وقوة، أولئك سادات الوقت كما قيل: لا تهتدي نوب الزمان إليهم، لا تهتدي نوب الزمان إليهم، ولهم على الخطب الجليل لجام. يا سلام، يعني ربنا مثبتهم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله ما يشاء ويفعل الله ما يشاء، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ومن ذلك التلوين والتمكين. هنخلص التلوين والتمكين ونروح النار إن شاء الله بإذن الله ربنا. يعني التلوين للسالكين والتمكين للواصلين، مش كده برضه؟ باينة. انت دلوقتي بقيت خبير بقى، يعني ممكن اسيبك تقرا الكتاب بقى خلاص تجري، وان كنت بتقراه الاول وفاهم. انا خايف اكون لخبطتك، ربنا يستر. ومن ذلك التلوين للسالكين، دول بين سكر وصحو، بين قبض وبسط، بين خوف ورجاء، بين انس وهيبه، متلونين، دول في السلوك. والتمكين دول للواصلين في مقام المحو، سلموا نفسهم لله فهم مع الله على ما يريد. فتح راضوا، قبض راضوا، فهو راضي على كل حال، ما يتغيرش. انا زي ما انا وانت بتتغير، عملوها اغنيه. انا زي ما انا ده اهل التمكين، وانت بتتغير، يعني دوام التجليات والتغيرات منك متغيرة كل يوم هو في شأن، يعني كل لحظة، كل يوم هو في شأن، يعني كل لحظة في شأن، يرفع أقواما ويخفض آخرون، يتجلى على أقوام وينقبض عن آخرين، وهكذا في كل لحظة. فالتغير منه، ولكن أهل التمكين كما هم لكمال رضاهم عما قسمه لهم. فأنا زي ما أنا وأنت تتغير، يعني أنت هنا بمعنى ما يقدره الله لهم، مش أنت بمعنى الذات، فالذات لا تتغير، ولكن الصفات وتوالي آثارها تتغير. فهمت بقى المعنى؟ زي الرسول لما بيقول: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. الدهر الزمن، والزمن مخلوق، يعني يقصد إيه؟ ما قدره في الزمن. افهم، ما قدره في الزمن هو فعل الله وقول الله، وفعل الله وقول الله صفة من صفاته، فلا تسب صفاته، فلأنك لو سبيت صفاته كأنك سبيت الله. فهمت المعنى؟ ادي المعنى. انا زي ما انا وانت بتتغير. فهمت الاغنية؟ او كانوا بيقولوها عشان كده. مين اللي كان بيغنيها دي؟ ها؟ والله مين اللي كان مألفها؟ يمكن. الله اعلم، الله اعلم. ما هو بيبقى المتمكن اصلا في دوام التلوين، لكن ما بينش عليه تغير، لان المتمكن في دوام الترقي، والترقي يقتضي التغير، لكن لا يظهر عليه هذا لتمكنه من حاله. فهمت ازاي؟ لتثبته من حاله. فيبقى التغير لابد منه، لأنك مخلوق حادث، والحادث قائم به التغير، مش كده برضه؟ صفة من صفاتك لا تنفك عنك، لأنك حادث مخلوق يقوم بك التغير، والتغير قد يكون ترقي وقد يكون تدني، ولكن إذا ظهر آثار التغير عليك في الخارج فأنت من أهل التلوين، وإن لم يظهر عليك في الخارج فأنت من أهل التمكين. فهمت؟ بس. راجل تقيل يعني. يا واد يا تقيل. عملوها برضو اغنية. واخد بالك؟ ربنا ينجينا. لكن هو الفكرة ايه؟ اصل انت لما بتسمع اي كلام، مفيش حاجة اسمها اي كلام. انت بتقول عليه اي كلام، لكن هو مش اي كلام. ده انت بتاخد الحكمة من افواه المجانين. والحكمة ضلت المؤمن. فهمت ازاي؟ سيدنا الامام الشبلي ماشي في السوق، سمع واحد بيقول الخيار بدرهم، قال له امال الاشرار يبقوا بكام؟ يبقى خد حكمه من السوق، سوق الخضار، يعني ماشي في سوق الخضار. فانت بتاخد الحكمه من اي انسان بيقولها، لان الكلام اللي طالع ده خلق الله. خد بالك، ربنا خلق واراد ان يبقى في الاكوان،
فلازم يوم أهل الضلال يسمعوا بالضلال يمكنهم في ضلالهم، وأهل الهداية يسمعوا بالهداية ويمكنهم في هدايته. افهم. وعلشان كده الواحد ما يستقلش بأي كلمة بتتقال. عارف انت أشعار مجنون ليلى؟ اقراها كلها تلاقيها في العشق الإلهي جميلة، لكن ما تحملهاش على عشق الإناث. فهمت ازاي؟ تلاقيها جميلة في منتهى الجمال. يعني خلي ليلى دي هي الله سبحانه وتعالى، خلاص بقى. زي ما كعب بن زهير قال بنت سعاد واقصد النبي، ده رمز للمحبوب. فهمت؟ بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، يقصد بسعاد مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بيمدحه. فهمت؟ ريم على القاع بين الباني والعزم، يقصد بالريم مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أحل سفك دمي في الأشهر الحرم، يبقى دي رمز. فكل حاجة في الأكوان ما تستقلش بيها، خدت بالك؟ التلوين والتمكين. التلوين صفة أرباب الأحوال، لأنه من حال إلى حال مترقيا، أو من حال مع الله وحال مع نفسه، فهو بين الجمع والفرق، في الحالتين ماشيين. فهم؟ يبقى هو متلون، إما مترقي أو يعود إلى نفسه، فهناك جمع وفرق. يبقى مع الله شوية ومع نفسه شوية، مع الله شوية ومع الخلق شوية، يبقى هو برضه متلون. فهم؟ التمكين صفة أهل الحقائق، يبقى التلوين صفة أهل السلوك، مش كده برضو؟ فما دام العبد في الطريق فهو صاحب تلوين. اللي مسافر ده مش الصور قاعدة بتتتابع، اركب القطر كده وبص للشباك تلاقي الصور قاعدة بتتتابع تتتابع تتتابع، تلوين. كذلك في الطريق إلى الله، ترقيات وأحوال بتيجي عليك، تطرق عليك تطرق عليك، لكن وأن إلى ربك المنتهى. الأشياء دي مش هي المرادة، ده الأشياء دي بتؤنسك بس في الطريق، تؤنسك في الطريق عشان تتفرج على دي وتتفرج على دي، لكن لا تلتفت إليها، مجرد فرجة سريعة كده بس، إنك أنت علامات علامات، تعرف إن العلامة دي يبقى الطريق مظبوط، والعلامة دي يبقى الطريق مظبوط. جينا كفر الزيت يبقى طايق هنوصل اسكندرية إن شاء الله، لكن لقيت نفسك في السوهاج، لا ده احنا بنبعد عن اسكندرية بقى. فهمت ازاي؟ فجعلها علامات. فما دام في الطريق فهو صاحب تلوين، لأنه يرتقي من حال إلى حال، وينتقل من وصف إلى وصف، ويخرج من مرحل ويحصل في مربع. فإذا وصل تمكن، المربع اللي هو مكان الربيع، يعني البق اللي مسافر في الصحراء يمر على حتت يسميها صحراء، وحتت تانية يسميها مرابع اللي هي فيها خضرة يعني. فإذا وصل تمكن وأنشدوا، ما زلت أنزل في ودادك منزلا، تتحير الألباب عند نزوله، يعني دون نزوله، يعني دون نزوله أو عند نزوله بمعنى واحد. وهي روايتين على فكرة البيت الشعر ده، دون وعند، مروي بروايتين يعني. ما زلت أنزل في ودادك، أي في طريقي إليك قاطعا، مسافة نفسي ومسافة الأغيار ومسافة الحجب، فأنا المحجوب وأنت لست محجوبا. فالله سبحانه وتعالى ظاهر لا يحجبه شيء، الحجاب مني. ولذا إذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولم يقل فهم قريب، هو اللي قريب، أما أنت فبعيد، بعيد بشهواتك وأغيارك وظلمات نفسك. فهمت؟ يستدل بها الجماعة إياهم بمنع التوسل، حاجة غريبة. بيستدل هو عارف الكلام بتاعهم، يبقى استدلالهم صحيح امتى؟ لو كان قال اذا سألك عبادي عني فهم قريب، يبقى كلامهم صح 100%. لكن ده ربنا بيقول فاني قريب، يتكلم عن ذاته سبحانه وتعالى وصفاته، وهو اقرب اليك من حبل الوريد. لكن انت المستشعر بالبعد بسبب اغيارك وشهواتك، فانت المحتاج للوسيلة وبتغوا اليه الوسيلة، وعشان كده الآية دلتك على الوسيلة، لأنك بعيد تحتاج إلى ما تتعلق به من خلال أغيارك وحجابك للوصول إلى مرادك القريب الذي هو أقرب إليك من حبل الوريد، ولكن لا تشعر. فهمت؟
فمجرد انك انت تقطع مسافة شعورك وجدته اقرب اليك منك، بل لم تجد نفسك ايضا، بل لم تجد شيء الا الله. فهمت بقى المسألة؟ فيتدلك ايضا على الوسيلة للي يفهم. اذا سألك عبادي، اذا سألك يا وسيلتهم العظمى فانت وسيلتهم العظمى، لابد ان يسألوك ليعلموا، ولابد ان يسألوك ليعرفوا، فلا يعرفوا الا بك ولا يصلوا الا من خلالك. ادي الآية واضحة، فتدلك على الوسيلة واضحة. اذا سألك عبادي عني فاني قريب، اخبرهم اني قريب، اي اخبرهم يا وسيلتي اني قريب اذا اخبرتهم ووصلوا الي من خلالك. فكل الابواب مغلقة الا من خلال نبينا، فهو الحجاب الاعظم. سموه في بعض الصيغ الحجاب الاعظم، مش كده برضو؟ وان كنت انا يعني ايه، يعني ساعات ايه ما بحبش اقولها قدام الناس، لان الناس فاهم ان الحجاب معناه يعني حاجة مش حلوة على طول. لا، مش لا، لها معنيان. هو حجاب اعظم للكافر وباب اعظم للمؤمن. فهو الحجاب الاعظم للكافر والباب الاعظم للمؤمن. فحجب الناس ببشريته فلم يؤمنوا به فلم يصلوا، ووصل الناس برسالته الذي امنوا به فوصلوا. فهم؟ فهو حجاب وباب، ظاهره فيه الرحمة للمؤمنين، وباطنه من قبله العذاب، أي من قبل بشريته العذاب للكفار. والله أعلم. فضرب بينهم بسور له باب، حجابه، حجاب البشرية. افهم. وعشان كده قالوا يتيم بني طالب، قالوا بشر، لكن المؤمنين قالوا رسول الله يوحى إليه. فهموا، فنظروا إلى جانب الرحمة والتانيين. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يبقى حجبه، حجبته معصيته. فهمت؟ معصيته للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما زلت أنزل في ودادك منزلا، يعني مقاما. قاعد بيرتقي كل شوية في الوداد، يرتقي من باب الزهد إلى من باب مثلا اليقظة، إلى باب التوبة، إلى باب التفكر، إلى باب العظة، إلى مقام الزهد، إلى مقام الورع، إلى مقام الرضا، إلى مقام المحبة. كل شوية قاعد بيرتقي. إيه ده؟ إيه الحلاوة اللي هو فيها دي؟ ده كل شوية المحطات قاعدة بتتوالى عليه، محطات الترقيات، لحد ما يوصل مقام المحبة والوداد، ثم مقام الوصال والتمكين. فهمت ازاي؟ ادي عشان كده بيقول ايه؟ ما زلت انزل في ودادك منزلا تتحير الالباب عند نزوله. كل ما ينزل منزل ومقام يتحير من حلاوة هذا المقام. كل ما ينزل، لا، اذا كانت دي مقامات النزول اللي ربنا جعلها استراحات للواصلين، فما بالك بقى دار المقامة؟ اذا كان دي بس الكافيتريات اللي في السكة، مجرد دار الاستراحة، عامل لك شوية ريستات كده وترانزيت، تقف شوية تستريح. كل مقام من هذه المقامات اللي هي ليست دار اقامة بتتحير الالباب من جماله وحلاوته، فما بالك بدار الوصول. فهمت ازاي؟ ويا دار المحبوب، وان الى ربك المنتهى. وصاحب التلوين ابدا في الزيادة، وصاحب التمكين وصل ثم اتصل، وصل ثم اتصل، فبقت الزيادات تتوالى وهو واصل خلاص. وعشان كده فكرك انت وانت في الجنة هتبطل ترقي؟ مش هتبطل ترقي وانت في الجنة. والنبي في الجنة هيفضل كده على حاجة واحدة؟ هيفضل ترقي، لان ترقيات الله لا تنتهي، ومقامات التجليات لا تنتهي سبحانه وتعالى، فهي ترقيات لا نهاية لها، لا يعلمها إلا الله. وعلشان كده ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. رزق الحس بالأكل من فواكه الجنة وبالمتع الشهوانية، ورزق المعنى بكمال التجليات في الجنة. فلك رزق حسي ورزق معنوي، فأنت في الجنة تتنعم بالمعاني وتتنعم بالمحسوسات. فهمت؟
وأمارة أنه اتصل أنه بالكلية عن كليته بطل، يعني محى، يعني اتصل يعني ايه، يعني وصل يعني ايه، يعني انمحى كل شيء، جاء الحق وذهق الباطل، زهق كل شيء، فدخل إليه بنفسه وخرج منه به، دخل إليه بنفسه مروضا إياها خرج بالله، فهمت؟ أدي المعنى، قطع مسافة نفسه، فلما قطع مسافة نفسه صار عبدا لله لا عبدا لنفسه، أدي معنى أنه بالكلية عن كليته اتصل بطل لخمود نفسه بالكلية فصار بالله. واصبر وما صبرك إلا بالله، قال له بالله، مش كده برضه؟ بالله، فصار بالله، كنت له سمعا، كنت له بصرا، كنت له يدا، الأحاديث واضحة، واخد بالك زي حتى أحب فإذا أحببت كنت له، كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، يبقى عبد إيه؟ عبد رباني. وقال بعض المشايخ انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بنفوسهم، يعني نهاية السفر الطالبين الظفر بنفوسهم، يعني ينتصروا عليها، يعني يملكوا نفوسهم، يعني اعرفوها على حقيقتها، اعرف نفسك تعرف ربك، اعرفها انها فقيرة تعرف ربك انه غني، اعرفها انها جاهلة تعرف ربك انه عالم، اعرفها انها مقهورة تعرف ربك انه قاهر، اعرفها انها مخلوقة تعرف ربك انه خالق، اعرفها انها مرزوقة تعرف ربك انه رازق، وهكذا، اعرفها انها مدبرة تعرف انه مدبر. فيبقى لو ظفرت بنفسك معرفة فقد عرفت ربك وصولا، فهمت؟ ادي معنى ظفر بنفسه، يعني انتصر عليه، يعني ملكها بعدما كانت تملكه، صار يصيرها بعدما كانت تصيره، فصار من اهل التصريف، فلما صير نفسه بالله صار من اهل التصريف. الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل عليه الرجل من باب مسجده وهو على منبره يوم الجمعة، يقول يا رسول الله هلكت الاموال وهلك الزرع وجفت الضروع، يعني من المرأة من قلة المطر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقطع خطبة الجمعة وقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، ولا قزعة من بين سلع ولا دار يمنع رؤيته، كما يقول سيدنا أنس راوي الحديث، واخد بالك؟ يعني السماء صحو تماما ولا حتى فيها همسة سحاب، بمجرد النبي رفع يده، لأنه من أهل التصريف، لأنه أملككم لنفسه صلى الله عليه وآله وسلم، كانت تقول ذلك سيدتنا عائشة. فحصل إيه؟ فاجتمعت سحابة مثل الترسي فأمطرت في الحال، فخرجنا في المطر سبتا وقيل ستا وقيل جمعة، حتى دخل الرجل للمرة الثانية والرسول صلى الله عليه وسلم في حال الجفاف وفي حال الرمادة وفي حال الجوع كان متوكلا راضيا، فلم يشتكي ولم يسأل، فلما اشتكت أمته لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم طلب السقيا، فهو قائم بحاله رسول للعالمين وقائم بحاله راض عن رب العالمين، فهو في كل حال راضي. فلما نزل المطر واستمر المطر اسبوع، دخل عليه نفس الرجل او راجل تاني الله اعلم، قال له هلكت الاموال انقطعت السبل غرقنا يا رسول الله الحان الله، فاشار حوالينا لا علينا، حوالينا لا علينا، فصارت مثل الجوبة او الحلقة او الاكليل حول المدينة باشارته من اهل التصريف. افهم بقى، افهم يعني من اهل التصريف. ادي معنى يا مصرف في الجنات والغرف، يا مصرف في الجنات والغرف، اللي بيقولوها في الشعر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يجي لك واحد مش فاهم يقول لك شوف مشركين بيقولوا النبي بيصرف، الله، ده ربك سمى الملائكة المدبرات امر، والنبي ارقم الملائكة، فمش هيبقى نبينا بيدبر الامر باذن ربه؟ نعم. كأن الملائكة تدبر الامر باذن الله، طب والنبي ما بيدبر الامر باذن الله برضه، ايه المعنى؟ ايه الفرق يعني؟ يعني ربنا بيعلمنا الشرك في القرآن لما بيقول لنا والمدبرات امرا؟ طب ما سمى الملائكة مدبرات امرا اي باذن ربهم، وقال يدبر الامر، فكلمنا بالحقيقة وكلمنا بالشريعة، مش كده برضه؟ كلمك بالحقيقة فقال يدبر الامر يفصل الايات، لأنه هو المدبر حقيقة، ولكن على يد من شاء من عباده، فقال والمدبرات أمر،
فايه الحكايه سهله، الحكايه سهله خالص، ما بتقلقش يعني. انتهى سفر الطالبين الى الظفر بنفوسهم فملكوها، فصاروا من اهل ايه؟ التمكين، واهل التمكين اهل تصريف. فهمت ازاي؟ ادي المساله. عشان كده يقول لك يقول للشيء كن فيكون، يكن عبدا ربانيا. يقول لك روايه ضعيفه، طب خد الروايه الصحيحه بنفس معنى الروايه الضعيفه اللي هي كنت يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها. واخد بالك ازاي؟ ومن عبادي من اذا اقسم على الله لابره. كل دي روايات صحيحه، ودي روايه ضعيفه الاسناد ترتقي الى الحسن لانها توافق الصحيح فتصير حسنه الاسناد يستدل بها. لكن مش فاهمين، تيجي تقول له في روايه بتقول عبدا ربانيا كن، يقول لك ضعيفه. ضعيفه يعني الضعيف اذا وافق الصحيح ارتقى الى الحسن فصار حسنا لغيره، والحسن لغيره يستدل به حتى في الايه؟ في الفقه، في الامور الفقهيه. فما بالك احنا مش بنتكلم في الامور الفقهيه، ده احنا بنتكلم في امور الفضائل وفي امور المناقب، وامور المناقب الامر فيها اخف، فالحكايه سهله. فات 5 دقائق عن الميعاد، بس انا برضو هخلص التلوين والتمكين. وقال الاستاذ رحمه الله، بيقول انتهى سفر الطالبين الى الظفر بنفوسهم، فاذا ظفروا بنفوسهم فقد وصلوا. ربك بيقول وان الى ربك المنتهى، وان الى ربك المنتهى، واضحه. وان الى هو ربك قاعد في محطه يعني سبحانه وتعالى؟ مستحيل. أي وأن إلى ربك منتهى الوصول بالمعرفة، فهو منتهى المعارف وهو منتهى الحقائق سبحانه وتعالى. فإذا قطعت مسافة نفسك ومسافة جهلك ومسافة شهواتك وجدت أنك قد وصلت وزفرت بالحق والحقيقة. قال الأستاذ رحمه الله يريد انخناس أحكام البشرية واستيلاء سلطان الحقيقة، فإذا دام للعبد هذه الحالة فهو صاحب تمكين. كان الشيخ أبو علي الدقاق رحمه الله يقول كان موسى عليه السلام، سيدنا موسى النبي، صاحب تلوين، فرجع من سماع الكلام. خد بالك ان دي مش إساءة أدب مع سيدنا موسى، ما يقصدش ان سيدنا موسى كان من أهل البدايات، لا، خد بالك ده ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يبين دول أهل كمال الأنبياء، لكن هو عايز يبين لك ان الانبياء ايضا يتفاوتون في الفضائل، ففي مقام مساوي في مقام محمدي، فعايز يبين لك الفرق بين المقام المساوي والمقام المحمدي دون المساس بكمالات سيدنا موسى. خد بالك مش بيقارن سيدنا موسى بالسالكين اللي هم العاديين، لا، ده هنا بيقارن سيدنا موسى مع سيدنا محمد. فهمت ازاي؟ كمالات مساوية مع كمالات محمدية، فهو لا ينتقص. خد بالك، افهم افهم، ده بيتكلم على حاجة عالية تانية، افهم لحسن تفتكر ان دول بيعيبوا تقوم تغتابهم، وغيبة دول سم زعاف، غيبة الاولياء دي سم زعاف. كان الشيخ ابو علي الدقاق رحمه الله يقول كان موسى عليه السلام صاحب تلوين، فرجع من سماع الكلام واحتاج الى ستر وجهه. لما ربنا كلمه رجع لبني اسرائيل بقى مغطي وجهه، مش قادر يشوف حد تاني ولا يسمع حد تاني بعد حلاوة المناجاة. وقالوا ان وجهه كان مضيء اضواء من الشمس من جمال المناجاة، فبقى ايه؟ مغطي وجهه، لا طايق يشوف حد ولا حد يشوف سيدنا موسى، لانه اثر فيه الحال. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان صاحب تمكين، فرجع كما ذهب من معراجه في مقام المكافحة. فرق كبير مما حدث من نبينا في مقام المعراج ومما حدث مع سيدنا موسى في مقام المكالمة وهو على الطور، فرق كبير. سيدنا محمد رجع كلم العالم على طول لأنه من أهل التمكين، يبقى المقام المحمدي مقام تمكين والمقام الموسوي مقام تلوين، والكل في الكمال. فهمت؟ لأنه لم يؤثر فيه ما شاهده تلك الليلة، وعشان كده قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. يا سلام، سيد المتمكنين، سيد أهل التمكين والواصلين، سيد المرسلين. لأن لو كان هو سيد ولد آدم فسيد ولد آدم هم الأنبياء والمرسلين، فهو سيد الأنبياء والمرسلين. ولا فخر، أي ولا فخر أعظم من هذا، أي ولا فخر تواضعا لقيام بحقوق العبودية على حاله المعروفة لتواضعه وهضم حال نفسه صلى الله عليه وسلم. فتحتمل كده وتحتمل كده، يعني ولا فخر، يعني ولا فخر فوق هذا الفخر.
لكوني أنا سيد ولد آدم من أهل التمكين، فلا فوق فلا أحد يفوقني فخرا، كأنه لا فخر أعظم من هذا، أو تحتمل وتحتمل ولا فخر، يعني لا أقول ذلك افتخارا ولكن تواضعا وبيانا للحقيقة، إيثارا لمقام العبودية وإظهارا لمقام الافتقار الذي هو مقامه الذي اختاره وبه ارتقى صلى الله عليه وآله وسلم. يعني صار لا اختيار له، صار لا اختيار له مع الله. الأحكام البشرية اللي هو الاختيار والهم وعدم الرضا والحرص والتجرؤ على الحق وعدم رؤية الحكمة في الأشياء وعدم تسليم الأمور لله عز وجل، كل دي أحكام البشرية، لأن البشرية أحكامها إلهية، عايزة تبقى إله، مش عاجبها، عايزة تقسم الأمور، عايزة تحكم على الناس، عايزة تعاقب الناس، عايزة تقهرهم، عايزة تكوش على كل حاجة، دي أحكام البشرية المعتادة، أحكام عايزة تبقى إله من دون الله. فهمت إزاي؟ لما تنخنس كل دي تصير بقى إيه؟ مفتقرة، تصير مسلمة، تصير راضية، تصير غير معترضة، تصير طائعة بعد المجاهدات أو بعد الجذبات على حسب. فهمت؟ مش يموت يعني خالص وندفنه ونكبر عليه أربع، لا، ده كده مات كله، لكن هنا بنقول إنه ماتت نوازعه التي تحجبه عن الوصول إلى ربه في حال دنياه. وكان يستشهد على هذا التو التلوين والتمكين حاجة حسية بقى بقصة يوسف عليه السلام، أن النسوة اللاتي رأينا يوسف عليه السلام قطعنا أيديهن لما ورد عليهن، من شهود يوسف عليه السلام على وجه الفجأة يبقوا أهل تلوين، يبقى النسوة كانوا أهل تلوين، ما احتملوش تجليات جمال يوسف، فبان عليهم على طول فقطعوا أيديهم ما حسوش، إنما امرأة العزيز أهل التمكين في حب يوسف قدامها ليل نهار، فشايفاه ولا قطعت إيدها ولا حتى ضفرها، متمكنة، متمكن أمكن في باب الإسمية، ولك متمكن أمكن، ناخد بالك إزاي؟ فكان هو بيديك مثال حسي ومثال تاني في النبوات، إداك مثال في النبوات ومثال في البشر العاديين. فهمت إزاي؟ عايز يديك ان في فعلا اهل تلوين واهل تمكين في الحس وفي المعنى، في الحس وفي المعنى، فاداك في المعنى مع الانبياء واداك في الحس مع نسوة يوسف وامرأة العزيز. فهمت ازاي؟ ما هو يوسف رمز المحبوب، يوسف رمز المحبوب، فهم لما كانوا من اهل التلوين بان عليهم على طول لما تجلى عليهم المحبوب ما استحملوش فتغيروا وتلونوا، لكن المتمكنة اللي قاعدة مع المحبوب ليل نهار، اللي واصلة وشايفاه ليل نهار وطالع خارج عليها وشايفاه على طول وعايشة معاه ومتعايشة معاه، يظهر ما يظهر متمكنة. فهمت ازاي؟ ادي اهل التمكين، بيديك مثال في الحس ومثال في المعنى. وامرأة العزيز كانت اتم في بلاء يوسف منهن، ثم لم تتغير عليها شعر ذلك اليوم، لأنها كانت صاحبة تمكين في حديث يوسف، يعني في قصة يوسف عليه السلام. قال الأستاذ: واعلم أن التغير بما يرد على العبد يكون لأحد أمرين، إما لقوة الوارد أو لضعف صاحبه. سهلة دي، كلها احتمالات معروفة، يا إما الوارد قوي ما تحملوش فيتلون يظهر عليه التغير، أو يكون هو نفسه ضعيف فأول ما يجيله أي وارد يتهز، واخد بالك، ويغموا عليه ويفرفر ويعمل ويلم الناس عليه. في ناس كده، في ناس تيجي تشك شكة واحدة يصوت ولم عليه الدنيا بحاجة، واحد تاني يدخل في رجله نخلة ولا يقول اي، يعني حاجات كده تختلف، اما لقوة الوارد او لضعف صاحبه. والسكون من صاحبه لاحد امرين، برضو والسكون لاحد امرين، اما لضعف الوارد او لقوة صاحبه، يبقى ربنا سطر اهل التمكين وسطر اهل التلوين، يعني اهل التمكين كمان قد يقتيه وارد اقوى من تمكينه فيهزه، ممكن، لكن ربنا لما ثبته بيجعل الوارد مناسب له فيجعله ممكن، لكن لو اراد ان يجعله ملون في تمكينه يلونه، افهم. وعشان كده ربك سبحانه وتعالى سطر اهل التلوين وسطر اهل التمكين بهذه الاحتمالات العقلية كلها.
وعلشان كده لما تجد واحد من اهل التمكين وفجأة تلاقيه تلون، ما تقولش الله ده طلع من اهل التلوين، ده من اهل البدايات، لا، ده قد يكون من اهل الواصلين، ولكن جاءه وارد اقوى مما كان عليه. فعلشان كده لا تسيء الظن باولياء الله، ولا تحسن الظن باحد، ولا تسيء الظن باحد، سلم الامر لله، ولكن احسن الظن احسن اذا اردت السلامة، واخد بالك؟ الوارد ده ايه؟ ما احنا شرحنا الوارد وال... خلاص اسمع الشيخ، خلينا نخلص. والسكون من صاحبي لأحد أمرين، إما لقوته أو لضعف الوارد عليه. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول أصول القوم في جواز دوام التمكين تتخرج على وجهين، أحدهما ما لا سبيل إليه، لأنه قال صلى الله عليه وآله وسلم لو بقيتم على ما كنتم عليه عندي لا صفحتكم الملائكة، حديث اللي هو نفق حنظلة، عارف حديث نفق حنظلة؟ لما ماشي في الشارع وقال نفق حنظلة، قبله سيدنا أبو بكر قال له إيه رايح؟ قال له والله رايح لرسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكي له، نبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا ويذكرنا، تكون الجنة والنار رأي العين، نروح بعد كده للبيت عافسنا النساء والذرية والأولاد، نبقى في حال تاني. فسيدنا أبو بكر قال له أنا كده كمان، لا تعالى نروح، ده احنا الظاهر احنا الاثنين واقعين في المشكلة. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم، فقال رسول الله والذي نفسي بيده أن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة، ثلاث مرات كده. رواه مسلم. وعافسنا يعني دعبنا وضيعت المعايش. خد بالك كلام النبي، افهمه بقى. لو تدومون على ما تكونون عندي، عندي لبيان قوتي بركتي مباشرة أنوار النبوة، فتجعلهم من أهل التمكين، هم ضعاف بغير مباشرة أنوار النبوة، فتأتيهم التجليات مع النبي فلا يتلونون لبركة مباشرة أنوار النبوة. فهمت ازاي؟ ادي معنى عندي. وعشان كده ربنا ثبت الصحابة بالنبي، وعشان كده ما اتكلموش ولا شفنا صحابي فرفر ولا عمل ولا الكلام اللي بيحصل ايه لبعض الاولياء. ليه؟ لان ربنا مكنهم بمباشرة أنوار نبواتي. افهم عندي دي، عندي دي سر كبير. قال لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر، عشان يفتح الباب بعد عنديته الشريفة باختيار الرفيق الأعلى، يفتح الباب لغير الناس للي جايين ليوم القيامة، يبقى خليك في الذكر في دوام المراقبة ترتقي، يبقى فتح الباب للي جايين من بعده، يبقى بين مقامه مع الصحابة وفتح الباب للذي يأتي من بعده. وفي الذكر يعني في دوام المراقبة والرياضة والترقي، واخد بالك؟ لصفحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. والنبي علق الأمر على أمر محتمل، مصافحة الملائكة أمر محتمل عقلي، بل قد وقع للصحابة، فكون النبي علق الأمر على أمر جائز عقلا وقوعا دل على أن التمكين جائز وقوعا عقلا في حال الدنيا. فهمت ازاي بقى؟ عايز يبلك كده أن جواز التمكين جاي من هنا، لأن في تلوين وفي تمكين، جائز وقوعا الاثنين، وقد وقع مع الصحابة التلوين، وقد وقع والنبي دلهم على التمكين، على احتمال وصول التمكين لو داوموا على الذكر بعد غيبتهم عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فهم؟ فداهم الاثنين. أحدهما ما لا سبيل إليه، لأنه قال صلى الله عليه وسلم لو بقيتم على ما كنتم علي عندي لصافحتكم الملائكة، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال لي وقت لا يسعني فيه غير ربي عز وجل، أخبر عن وقت مخصوص. دي شغلانة، دي عايزة قاعدة لوحدها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له حال مع ربه لا يشغله شيء عن ربه. ففي هذه الحالة التي لا يشغله شيء عن ربه لا يسعه شيء، لأنها لا شيء إلا الله، فلا يسعه شيء حتى نفسه، فيغيب حتى في الله، فيرده الله لإرادة الله له أن يكون رسولا للعالمين،
فينشغل بما رده الله إلى الناس لتوصيل الناس إلى الله، فيكون بين وقت ووقت وفي الكل في طرفه، فهو بين وقت رسالة للناس ليوصلهم، وبين وقت نبوة مع الله ليغيب عن كل شيء سوى الله. فهمت المسألة؟ وعشان كده ده معنى ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأسلم عليه، إلا رد الله علي روحي، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، معلوم أنه حي في قبره لأنه أرقى من الشهيد. أمال إيه رد إلي روحي دي؟ رد إلي انتباهي بعد كمال انشغالي بربي، فهو مشغول بربه، فإذا جاءه من يسلم عليه من أمته رده الله لأنه رسولا إليهم ليسلم عليهم فيوصلهم إليه. أدي معنى رد الله علي روحي، افهم رد إلي انتباهي. والله أعلم. والوجه الثاني أنه أخلص هنا وبعد ما أخلص ما نتكلم وإحنا ماشي، خلينا أخلص. والوجه الثاني أنه يصح دوام الأحوال لأن أهل الحقائق ارتقوا عن وصف التأثر بالطوارق. بيقول لك أن يصح أيضا عقلا بدليل، يعني جاب لك دليل الأول من السنة أن في تلوين وتمكين، دليل ثاني أن يصح دوام الأحوال ودوام التمكين لأن أهل الحقائق ارتقوا عن وصف التأثر بالطوارق اللي هي التلوين، والذي في الخبر اللي هي الواردات يعني، والذي في الخبر أنه قال لصافحتكم الملائكة، فلم يعلق الأمر فيه على أمر مستحيل ومصافحة الملائكة دون ما أثبت لأهل البداية. أهل البدايات بتصافحهم الملائكة رضا بما يصنع، مش كده برضو الرسول صلى الله عليه وسلم مش بيقول كده إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع؟ وطالب العلم من أهل البدايات. إذا كنت أنت في بدايتك الملائكة بتصافحك، مستعجب إن أهل النهايات تصافحهم الملائكة؟ يا متعجب. فهمت إزاي؟ شوف سيدي الإمام العروسي قايل إيه، كلمتين حلوين كده أنا قلتهم من عنده بتصرف، يعني قايل إيه في الحتة دي؟ إذا ثبت هذا لأهل البداية اللي هي إيه، إن الملائكة بتصافح طلاب العلم في بداياتهم، إذا ثبت هذا لأهل البداية فما ظنك بأهل النهاية؟ فلا ينبغي للعبد اليأس من عدم حضور قلبه في معاملة ربه، لأن ذلك سوء ظن بالرب تعالى واعتماد على العمل. بل إذا لم يكن الحضور بالتعبد والعرفان فليكن بالطمع في الإحسان، وأن كل العمل لابد من، وإن كان العمل لابد منه للعبودية لا للاستحقاق. افهم، يعني ما تربطش الترقي بالعمل، فالعمل عبودية والترقي ده بإحسان. إنما الصدقات للفقراء، افتقر إلى الله يتصدق عليك بالترقي، مش كده برضو؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين، اتمسكن إلى الله لحد ما تتمكن من كمال المعرفة. فهمت؟ وما قال لي وقت، فإنما قال على حسب فهم السامع، وفي جميع أحوالي كان قائما بالحقيقة. بيقول لك ما تفتكرش ان النبي لما بيقول ايه ان لي وقت لا يسعوني فيه غير ربي، ان النبي احيانا يترقى ويتدنى، لا ما تفهمش كده، تفهمش كده، خد بالك هو بيقول لك افهم. فانما قال على حسب فهم السامع، وفي جميع احواله كان قائما بالحقيقة، لم يمتحن بما تعيا العقول به فلم نرتب ولم نهم. لو كلمنا بكل الحقيقة لكنا ايه، غبنا وتهنا وما عرفناش حاجة. لكن النبي لم يمتحن بما تعيا العقول به فلم نرتب ولم نهم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني هو عشان رؤوف رحيم بالمؤمنين كلمهم بحاجة على قدهم، عايز يقول لهم يا جماعة طب ما انا برضو كده، بس مع الفرق بين حاله وحالهم. فهمت ازاي؟ يعني بيتلطف معهم لرأفته ورحمته بهم. لكن النبي لست كهيئتكم، النبي صلى الله عليه وسلم حاله غير حال كل البشر، النبي بشر لا كالبشر، كما أن الحجر، كما أن الذهب حجر لا كالحجر. فهمت ازاي؟ فالنبي بشر لا كالبشر، لازم تفهم دي. وأدلة عدم
بشريته المعتادة كثيرة جدا، ممكن نقعد نعملها قعدة في ساعة ونص، نقعد نعملها قعدة في ساعة ونص كلها من القرآن والسنة، لكن دي بعدين. والأولى والأولى بنقولها كتير في الشفاء في شرح كتاب الشفاء، والأولى أن يقال إن العبد ما دام في الترقي فصاحب تلوين يصح في نعته الزيادة في الأحوال والنقصان منها، فإذا وصل إلى الحق من خناس أحكام البشرية مكنه الحق سبحانه بألا يرد إلى معلولات النفس، فهو متمكن في حاله على حسب محله واستحقاقه. يبقى سهل، لأن هي النفس اللي بتتباغت، النفس اللي بتتخض، النفس لما ملكتها لا بيتخض ولا بيتباغت، خلاص بقى ما هو ملك نفس، فهمت ازاي؟ لكن طول ما نفسك موجودة هي اللي بتتخض، وهي اللي بتقول ياما، وهي اللي متعلقة، وهي اللي بتقول الحقوني، واخد بالك، وهي اللي عايزة، وهي اللي مريدة، وهي اللي عايزة تودي الناس في داهية كلها، فهمت؟ لكن ملك بقى نفسه خلاص، يا مش هيتخض بقى، خلاص حكاية سهلة. ثم يتحفه الحق سبحانه في كل نفس، فلا حد لمقدوراته سبحانه، فهو في الزيادات متلون بل ملون، ملون من قبل الله، متلون بظهور التلوين عليه، فهم؟ يسمع اسم فاعل وينفع اسم مفعول، باعتبار الوارد من الله يبقى اسم مفعول، باعتبار تأثره وتحققه فهو يبقى اسم فاعل، تمشي الاثنين. وفي أصل حاله متمكن، فأبدا يتمكن في حالة أعلى مما كان فيها قبله، ثم يرتقي عنها إلى ما فوق ذلك، إذ لا غاية لمقدورات الحق سبحانه وتعالى في كل جنس، أي في كل جنس من الترقيات، كما أنه لا نهاية لمقدورات الله في عقابه لعباده، كذلك لا نهاية لمقدورات الله في ترقيه لعباده. فأما المصطلم عن شاهده، لا المصطلم غير، كل تلوين بالنسبه له تمكن في اللي بعد، تمكن في مقام تاني، يعني هو من تمكن لتمكن، ايوه يتنقل على طول، ولا نهايه لهذا، ولا نهاية. وعشان كان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال مترقيا، ولا الاخره خير لك من الاولى، وكل لحظه على النبي اخره بالنسبه للتي قبلها، كل لحظه تاتي على النبي اخره بالنسبه للتي قبلها، يبقى في كل لحظه النبي مترقي، يبقى النبي في دوام الترقي وهو حتى في قبره الشريف، حتى يأتي يوم القيامة يكون وصل إلى مقام المقام المحمود اللي هو أعلى مقام يصله مخلوق في حال مقام الظهور قبل الدخول للجنة، فيشفع في الخلائق أجمعين، فإذا دخل الجنة يزاول الترقي مرة أخرى إلى ما لا تدركه إنسان ولا مخلوق ولا حتى سيدنا جبريل، فهمت إزاي؟ فهي دي الحكاية واضحة. فالنبي في دوام الترقي بدليل القرآن واضح. فأما المصطلم عن شاهده، آخر حتى آخر فقرة خلاص إن شاء الله أبشر. فأما المصطلم عن شاهده المستوفي إحساسه بالكلية، المصطلم اللي هو الغائب تماما، عارف واحد لما يبقى في حال التلوين أو التمكن فجأه وارد أقوى منه فيغمو عليه، يغمو عليه بقى، بقى مغمو عليه بقى في غيبوبة، في غيبوبة روحانية، يعني مش غيبوبة جسمانية، غيبوبة روحانية، يعني تكلمه ما يردش عليك، ولا شاعر بجوع ولا بعطش ولا ببرد ولا بانفراد ولا بوحدة ولا باجتماع ولا بانه في بيته ولا بانك انت قاعد قدامه ولا حاسس بحاجة خالص، لكنه عايش في نفس، لكن مش جريان باللي حواليه، غائب فيما هو فيه، ده يسموه المصطلم. لا ده غش عليه، لا ده سيدنا عمر غشي عليه، غشي عليه، لا ده غشي عليه خالص بلا حركة، ده انقلب إلى تأثر جسماني، ده عي فيها أسبوع، مرض فيها أسبوع سيدنا عمر. جبلات بقى تقول إيه. فأما المصطلم عن شاهده المستوفي إحساسه بالكلية، يعني الوارد استوفى إحساسه بالكلية، غطاه بنج يعني، يعني بنجه خالص، شوف انت البني ادم لما يبقى متبنج يقطعه فيه، اول ما يفوق يبتدي يرفص، نقول للدكتور البنج زود الجرعه شويه لسه ما خلصناش، يديله خلاص لو قطعت ايه فيه، ولا هو هنا لانه مستوفي احكامه بالكليه، في بنج تماما، بنج المشاهده، بنج الترقي، بنج مباغته الواردات الترقيات
وارد، كل الحاجات دي واردة. اذكر الله حتى يقال انك مجنون، مش الحديث كده؟ حتى يقال انك مجنون، يعني الناس يقولوا الراجل غاب، الراجل ايه ده، ده كان معانا جرى له ايه، لا حول ولا قوة الا بالله، والناس بقى تقعد تعمل كده وخلاص. اما المصطلم عن شهيده المستوفي احساسه بالكلية، فللبشرية لا محالة حد، واذا بطل عن جملته ونفسه وحس. البشرية ليها حد، يعني ليها قدرة، ليها طاقة، وليها علامات، نفس طالع ونفس خارج، وبيدخل الحمام وبيخرج من الحمام، لكنه بني ادم مش بني ادم، تكلمه مش دريان، يجي وقت الاكل تاخده من ايده تاكله، يجي الدنيا برد تغطيه، لو ما غطيتوش ما يتغطاش، يعني هو غايب بالكلية. فهمت ازاي؟ لكن في بشرية لكن غايب عنها بالكلية. وكذلك عن المكونات بأسرها، ثم دامت بها هذه الغيبة فهو محو، يسموه بقى محو، صار محو. فهمت؟ اللي هو المغايب في النور عارف. اه لا، دي انواع، دي انواع، انواع، حتى المحو انواع، انواع كتيرة مش حاجة واحدة، انواع. اذا كان البرتقال انواع كتير هتقول لي بقى مش عارف ايه، مش عايز يبقى البشر انواع كتير. اذا كان في تمر المدينة بيقول لك 250 نوع بس تمر المدينة، تروح محلات التمر في المدينة تتحتار، تلاقي نوع ب 200 ريال ونوع تاني بريال الكيلو، وده ب 200 ريال وده تمر وده حاجات العجيبة دي. اذا كان التمر انواع مش عايز يبقى المحو انواع، انواع. فلا تمكين له اذا، كويس، ولا تلوين ولا مقام ولا حال. ليه؟ لانه في سكر غلبتي خمر الانوار، سكران طينة. اما يبقى سكران طينة الناس بتشيله وتوديه بيته، صح؟ مربعا، يقول لك شالوه مربعا، مش كده برضو؟ هو كده، هو كده كان رايح الجامع حلو، شالوه مربعا. سيدنا عبد الوهاب الشعراني بيحكي عن نفسه، كان بيصلي الصبح في المسجد بتاعه باب الشعرية، خارج لا بيه ولا عليه، راجل علامة كبير لابس العباية محترم، فيش بعد كده، بيصلي الصبح وهو ساجد في الركعة الأولى، ربنا كشف ليه تسبيح كل ما حوله من الأكوان، فسمع تسبيح الحصيرة وتسبيح العمود وتسبيح السقف وتسبيح الأكوان، سمعوا عيانا كده، كشف ليه، فغاب في هذا الأمر لدرجة انه ما رفعش نفسه لحد ما الناس خلصوا الصلاة، لقوا الشيخ زي ما هو ساجد بيقلبوا الشيخ ما بينطقش، الشيخ جرى له ايه، شالوه مربعا على بيته، قعد فيها اسبوع على ما فات. ايه رأيك؟ بتحصل. ايه فهمت ازاي؟ ادي الحاجات دي بتحصل، وحكاها عن نفسه. وكذلك عن المكونات بأسرها، ثم دامت بي هذه الغيبة فهو محو، فلا تمكين له اذا، ولا تلوين ولا مقام ولا حال. مش دريان بحاجة بقى، يبقى مش دريان بحاجة بقى. وما دام بهذا الوصف فلا تشريف ولا تكليف، ما تقوليش بقى مكلف، ما بيصليش. يقول لك السيد البدوي كان بيقعد بالشهر فوق السطوح ما بيصليش الجمعة، يبقى ضل مضل. جماعة اللي بيقلبوا يشتموا في الأولية، متخصصين شتيمة أولية، حاجة غريبة الشكل. السيد البدوي بيقعد في السطوح، طب ما يمكن كان مقام حاله محو، يبقى لا تشريف ولا تكليف، انت مالك انت، ده حال بينه وبين ربه محو، لا بيسمع أذان ولا حاسس بليل ولا بنهار، انت مالك بيه؟ يقول لك لا لازم ينزل يصلي. الله، طب روح العناية المركزة بقى ومر على اللي في غيبوبة كلهم طلعهم يصلي، عشان يقولوا عليك مجنون. حاجة غريبة الشكل. هدلك انا القصر العيني في العناية المركزة، فيه تلاقي 20 واحد غيبوبة والأذان ورا الأذان وزي ما هم. الله، انت مالك؟ لا تشريف ولا تكليف، خلاص انت مالك انت. طب ليه لا تشريف؟ لا تشريف لأنه مش قائم بحقوق العبودية، وكمال الشرف القيام بحقوق العبودية. معنى علاش ما يجراش حاجة، علشان يبين لك ان الاولياء مقامات، فالنبي عبد ربه حتى اتاه اليقين، ما غابش لحظة، ما فاتتوش فرد واحد، بس ويبين لك الضعف البشري في مقامات الترقي والتعاريف، وعشان كده لا تتعجل المعارف قد لا تحتملها، فتركن وتسكت وتقول اتقي الله واسكت، لا تتجنن وتتفضح بين الناس، واخد بالك؟ وهكذا، فتخليك كده قانع وراكن
ومستريح وراضي. فهمت ازاي؟ بدل ما عقلك يشت ولا حاجه. وما دام بهذا الوصف فلا تشريف ولا تكليف، لان كان بعض العلماء بيجي لهم نوع من الاولياء، يجي لهم نوع من الايه، من التمكين الترقي المحوي ده، يمحيهم. وكان السيد البدوي فيه الحكايه دي واضحه كتير بتحصل له، ودي لا اراديه، دي لا اراديه، دي حاجه من الله، وهو ما بيجيبها لنفسه، ده هو مش بيجيبها لنفسه، ما حدش بيجيب لنفسه الحاجات دي على فكره، دي حاجه من الله كده. فالمهم انا مره كنت هنا اول ما بدات اشرح الرساله، فكان واحد بيتكلم على السيد البدوي، فانا برد عليه بقول له ان كان يغلب عليه حال الجزم، في حين انه كان من اهل سلوك السيد البدوي، وده مكتوب من ضمن القراء، وعشان كده طنطا من اشهر البلاد في القراء، قراءه القران ليه؟ من ساعه ما ساكن فيها السيد البدوي، ده كان عالم من علماء القراءات، ومكتوب من ضمن علماء القراءات الكبار، كان عالم كبير، لدرجه ان لما جم يمتحنوه وشيخ الازهر في عصره مش فاكر مين بعت له سيدي عبد العزيز الدريني، قال له روح شوف لنا الراجل اللي في طنطا ده اللي قالب الدنيا مقلوبه عليه ده، شوف ايه حكايته. ابن دقيق العيد اظن. بعت سيدي عبد العزيز الدريني من تلامذته، قال له روح طنطا شوف لنا ايه الحكايه، كان اسمها طنطده ساعتها. فقال له روح طنطده شوف لنا ايه المساله دي، الناس كلها مقلوبه، يقول لك السيد بدوي والسيد البدوي ايه حكايته؟ شوفوا عالم ده ولا مكذوب ولا ايه حكايته ولا درويش. فراح فقام ولما دخل عليه ما لقاهوش قاعد تحت، ده لقاه فوق السطوح، قاعد فوق السطوح، وعشان كده يسموه السطوحي، يعني من ضمن اسماء سيدي السيد البدوي. المهم طالع فوق السطوح فقال له ايه؟ قال له جاي تمتحني بعد ما سلم عليه، والذي ارسلك الي مصحفه الذي في سقف داره فيه خطأ في آية كذا في صفحة كذا، وجاي تمتحن أنا؟ كان زمان المصحف بيتكتب في ورق كبير فيبقى تقيل قوي، ويعملوه ببكرة بحيث يرفعوه على السقف كده عشان يبقى أعلى حاجة في البيت. وكان في الفترة دي ما كانش فيه مطابع اللي هي المصاحف دي، فكانت مصاحف كبيرة، يوم إيه يروح منزل الحبل، يروح نزل المصحف يقعد يقرأ فيه، خلص قراءة يروح رافعه يبقى في السقف. فبيقول ومصحفي الذي في سقف داري في خطأ في صفحة كذا. قام سيدنا عبد العزيز الدريني رجع قال له والله انا قابلته، قال لي الحكاية دي. فراح ابن دقيق العيد رجع بيته فتح لقاها فعلا، قال لا ده انا اللي رايح له بقى، ده انا اللي رايح له. فكان علامة كبير سيدنا السيد البدوي، عالم كبير. واما تيجي تقول يغلب علي الجذب ما يليقش، انا اما قلت الكلمة دي حسيت ان انا اسأت الادب معاه، فرحت زرته واستسمحت، فكنت في اسكندرية بعد ما رجعت من العمرة، فقلت لازم اعدي على طنطا استسمحت، وانا زرته كتير بفضل الله. لكن شوف بقى لما رحت استسمحته عمل لي علامة ان هو ردي الاعتذار، خدت معايا، كانت معايا اولادي، ورحنا كان بعد صلاة العشاء بساعة، لان اتأخرنا في الطريق ومش حصل كده حاجات كده في الطريق، فعلى ما رحنا بعد العشاء بساعة، فدخلنا لقينا الجامع لسه يعني بيوربوا الطريق الباب كده، ويعني عدد الناس قليلين، فدخل رحنا زورنا سيد السالبة، وقفت كده اعتذرت له، قلت له معلش انا قصدي ادافع عنك ولا اقصد شيء، والسماح، واحنا بنقر ليك بالولايه ونقر ليك بالعلم، وربنا ينفعنا بيك ويكرمك ويكرمنا ويرقيك ويرقينا بيك، كلمتين كده وقريت له الفاتحه وتاني طالع، اخد جزمتي وامشي. ناس كتير بتاخد جزمة، سبحان الله، الراجل بتاع الجزم اللي على الباب بيقول لي بقول لك ايه، عايز تخش تشوف الاوضه اللي فيها حاجات السيد البدوي؟ قلت له اخش ازاي؟ انا عمرها ما خطرت في بالي، انا اعرفها انهم بيفتحوها لكبار الزوار، وانا مش من كبار الزوار ولا حاجه. قلت له ما فيش مانع. قلت له ادخل، قال لي ادخل لامام المسجد ده بس قاعد رايق كده، قول له بس ومالكش دعوه. فمش معنى انا يعني من حاجه غريب، دخلت للراجل امام المسجد في الاوضه بتاعته اللي جنب سيدي مجاهد، فلقيته قاعد بيتكلم في التليفون فتوى، قاعد يتكلم في فتوى. سلمت عليه ووريته كارت كده وتعرفت عليه وبتاع، وقلت له انا جيت صورت سيدي السيد البدوي كتير، وانا نفسي اشوف الاوضه اللي فيها المخلفات بتاعته يعني، وجايب ولادي، وما تكسفنيش قدام ولادي عشان يعني يبقى يعني في سعر كده ان انا يعني جيت لك كده، واقول لاولادي انتفخ كده واقول لهم ان انا شوف بقى فتحوا لي الاوضه، يبقى يعني تبقى كرامه يعني. فالراجل ايه ضحك كده وقال لي خلاص تعالى.
بصيت لقيته سبحان الله فتح لي الاوضه وشفنا عبايته وشفنا السلحفاة وشفنا المصحف بتاعه حاجه. فانا اعتبرتها ايه انه هو يعني قبل الاعتذار وخدنا بالحضن، واخد بالك؟ دي المعنى يعني، والله اعلم. فالاولياء يعني بيشعروا على فكره باللي بيزوروهم، ما تفتكرش الحكايه لعبه يعني. وما دام بهذا الوصف فلا تشريف ولا تكليف، اللهم الا ان يرد بما يجري عليه من غير شيء منه. بعض اهل المحو بقى تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يفكر وقت الصلوات بس، يسمع الصلاه يقوم يتوضا ويصلي، ولو حد كلمه ما يردش عليه، يعني مش داريان الا في وقت الفرائض بس. يجي عليه شهر رمضان يصوم، عارف ده شهر رمضان يصوم ويمسك، ويجي المغرب يفطر، لكن مش داريان. ده بقى ربنا يرده للقيام بحقوق العبوديه ولكن قبضه عن الخلق. فهمت ازاي؟ ده نوع من اهل المحو يبقوا كده برضه. لا ده برضه محو، اصل اهل التمكين اللي هم تقدر تكلمهم وتاخد وتدي معاهم فيدلوك، لكن ما تعرفش تاخد وتدي معاهم. فهمت ازاي؟ فما يعرفش يدلك. ده مكلف بقى. ده صار فعله هذا تشريفا مش تكليفا. فبيرد اليه الامور تشريفا لا تكليفا. اللهم إلا أن يرد بما يجري عليه من غير شيء منه، فذلك متصرف في ظنون الخلق مصرف في التحقيق. فالخلق يفتكروه أنه هو متصرف، يقول لك أهو بيقوم يتوضى، أهو ده سمع الأذان، والحمد لله ده فاق، هو إحنا كنا فين؟ ده بقى يسمع الأذان يقوم يتوضى ويصلي الحمد لله. يبقى في صورة الخلق يفتكروه متصرف وهو مصرف بالحق في الحقيقة. الحالة دي كان حصلت في لحمة الزنجير. أيوه حصلت. أيوه. كان بيقول إن هو كان بيقعد ويجلس ويكمل، لكن هو مش دريان باللي حواليه كلهم. ايوه كتير بتحصل لناس كتير. قال الله تعالى: وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. فاللي يشوفهم يقول دول بيتقلبوا، واللي في الحقيقه اللي بيقلبهم ربهم. فاللي يشوفهم يفتكرهم من اهل التصريف، وفي الحقيقه هم مصرفين. فهمت ازاي؟ والله اعلم، وبالله التوفيق. ونقف على القرب والبعد يوم السبت القادم، وجزاكم الله خير انكم تصبرتوا علي وانا صبرت عليكم. ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرت ذاتهم وافر عن الغافل.